إذاعة الشباب من سلطنة عمان. كلام النهار. كلام النهار. نحن تعلمنا فنون الاصطفاف لواقع الحال وذا طبع البشر. وذا طبع البشر. من مطلعك يا شمس إلى آخر مطاف. كلام النهار. يحكي النهار بخير. ويصنع له خبر. ويصنع له خبر. وما هو النهار اللي يحب الالتفاف غير السماء لا غيمت قلنا مطر. كلام النهار. كلام النهار من الأحد وحتى الخميس في تمام الثانية ظهرا. كلام النهار مستمرون كما ينبغي. مستمرون كما ينبغي. أينما كنتم مستمعينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله نهاركم بالخير والبركة. حياكم الله في كلام النهار عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. معكم إن شاء الله من الآن وحتى تمام الرابعة. اليوم حديثنا حول نشاط سنوي والنسخة الثالثة لفنار للفتيات القياديات. وقفة مع سعي دائم لاستغلال كل ما ينعش الدوافع والمقومات التي تساعد الفتيات على المساهمة في بناء المجتمع وإضافة أجواء مختلفة في الصيف. شباب وكغيرهم أفراد فاعلين لديهم إيمان قوي بقدراتهم ويجب تنميتها وصقلها بأفضل صورة من خلال تجمعات تولد في مبعات قياديات. أنشطة قصيرة في مدتها كبيرة في صداها، لأن من ينظمها شديد الحرص على إيجاد الكثير من الأفكار التي تعد كحلول لقضايا. نرحب بفريق رؤية الشباب، وإن شاء الله اليوم حديثنا حول نشاطهم السنوي والنسخة الثالثة بعنوان فنار للفتيات القياديات. بعد الفاصل إن شاء الله رح نتعرف على الفريق، أهدافه، أيضا أهداف هذا النشاط، وأيضا ماذا أعدوا من فعاليات خلاله. حياكم الله معكم في حلقة اليوم من برنامج كلام النهار، في الإعداد والتقديم عايدة بن خميس البلوشي، في المتابعة والتنسيق سلمان المقيمي، في الإخراج مريم العجلية.
قلبي، انت الملك قلبي، انت الملك قلبي، انت الملك قلبي، انت الملك قلبي. وعلى قلبي ملك. للتواصل مع برنامج كلام النهار، الاتصال على الرقم 246-98-151، وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456، وعلى الفيسبوك وتويتر كلام النهار. كلام النهار. حياكم الله مستمعينا في كلام النهار عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. ذكرنا قبل الفاصل أنه معنا فريق رؤية الشباب، وحديثنا اليوم عن نشاط سنوي والنسخة الثالثة لفنار للفتيات القياديات. ومن الفريق معنا الأخت مريم بنت خليفة العامري، مؤسسة ومديرة البرامج والمشاريع في رؤية الشباب. حياك الله وأهلا وسهلا، نورتي الاستوديو. الله يخليكم، شكرا أول شيء على هذه الاستضافة الجميلة. أنا سعيدة جدا بوجودي في إذاعة الشباب من جديد وفي كلام النهار أيضا. وإحنا أسعد عزيزتي وحابين من خلالك نتعرف بداية كيف جاءت فكرة تكوين فريق رؤية الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رؤية الشباب كانت فكرتها في البداية أنه يكون ملتقى أو تجمع شبابي من كل أنحاء السلطنة ومحافظات السلطنة، يلتقون في مكان واحد يتشاركون قضاياهم الشبابية. وكانت الفكرة أنه يكون هذا الملتقى سنوي ويكون لفترة يعني 3 أيام أو 4 أيام في مكان محدد، يتبادلون الأفكار والمشاركات والتوجهات، وبالإضافة إلى مناقشة قضية والخروج بمشاريع، وأن الخروج بتوصيات أو أفكار أو مشاريع ترفع للجهات المعنية حسب الموضوع المعني في الموضوع. مناقشة قضية وبالتالي الخروج بمشاريع. نعم. فأثناء التجهيز لهذه الملتقى كنا طبعا على مشارف التخرج في جامعة سلطان قابوس وجامعات كليات مختلفة. كان الهدف أنه يكون هذا الملتقى تحت جهد شبابي فقط، يعني مش هناك جهة هي اللي تفرض على هذا الجهد الشبابي أشياء معينة. فقررنا أن نؤسس هذه المؤسسة بحيث أنه ليس فقط هذا الملتقى هو الذي يجمع الشباب، وإنما هناك برامج أخرى مختلفة، فئات عمرية مختلفة، أفكار مختلفة نعملها على مدار السنة. وبالتالي جاءت فكرة أن تكون مؤسسة رؤية الشباب اللي هي تشتغل على برامج شبابية مجتمعية. نعم. إيش أبرز الأنشطة اللي قدمتوها منذ البداية إلى الآن؟ طبعا نحن أسسنا مؤسسة رسمية من 2010. قدمنا ملتقى الشباب العماني 3 نسخ. قدمنا برنامج فنار الفتيات القياديات 3 نسخ كل صيف. قدمنا مسابقة العطاء الأكبر 4 نسخ كل رمضان. بالإضافة إلى برامج أخرى مثل المنتدى الحوار الشبابي نفس الشيء سنويا 3 مرات نفس الشيء قدمناه. وبرامج أخرى متجددة، يعني بين فترة وفترة يكون كل سنة عندنا برنامج مبتكر إبداعي جديد، يعني لا يتكرر مثل البرامج الأخرى. نعم. هذه المرة أكون إن إحنا في فترة الصيف، أنتوا الآن على يعني مشارف تنفيذ فنار للفتيات القياديات. نعم. إحنا الآن في النسخة الثالثة من برنامج فنار للفتيات القياديات في ولاية السيب. طبعا جاءت النسخة الثالثة كتطوير أكبر للنسخة الأولى والنسخة الثانية. فنار الفتيات القياديات هو عبارة عن برنامج تدريبي خاص للفتيات من سن 15 سنة إلى 20 سنة ما قبل الجامعات والكليات خلينا نقول، يهدف إلى تكوين شخصية
قيادية للفتاة، معرفة مجالها اللي ممكن أنها تتخصص فيه لاحقاً، مع اكتشاف مواهبها، مهاراتها، التعرف على قيادات نسائية في عمانية، كيفية الوصول إلى التفوق أو النجاح، غرس القيم والمبادئ لدى الفتيات، وكل هذه الأمور تتم عن طريق ورش مختلفة، عن طريق رحلات، عن طريق مسابقة، عن طريق مقاهي ثقافية، بحيث أنه نحاول ننوع الأساليب في تقديم هذه الورش للفتيات، خاصة أنه هذا السن هو سن أنه يحب الترفيه أكثر مما يحب أنه يكون جدي في التعلم. فنحاول أن ندخل الترفيه قدر المستطاع في التعلم، على أساس أن الفتاة تقبل هذا المعلومات وبطريقة تكون محببة. نعم. كيف كانت النسخة الأولى والنسخة الثانية؟ التفاعل، عدد الحضور؟ طبعا النسخة الأولى لأنه كان برنامج جديد عملناه فقط في ولاية واحدة اللي هي ولاية السيب، وكان العدد في حدود تقريبا 35 أو 40 تقريبا فتاة، وإحنا كنا مستهدفين 50 فتاة. فكان البرنامج نوعا ما جديد من ناحية أنه هو يعني يتكلم في القيادة وفي التخطيط وفي يعني أمور في حل مشاكل، في كيفية اتخاذ القرارات، المواهب الأخرى مثل الإعلامية والأدبية وإلى آخره. جميل. فكان هذا الموضوع نوعا ما على أولياء الأمور، هم يحبوا أن يكون مركز على مهارات معينة ممكن أن يحتاجها الطالب أو الطالبة في تلك الفترة، الفترة الصيفية، يستغلها أن يقوي مهاراته مثل الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية. ممتاز. في تنوع. أيوة. فإحنا ركزنا على الشخصية. أنتوا على الشخصية. أيوة. نحن نريد نركز على الشخصية، ونحاول أن البنت أو المشاركة معنا في البرنامج هي التي تكتشف هي إيش تريد وكيف تطور نفسها. نعم، إحنا نعلمها الطريقة، تعطوها بعض الأدوات، فيما بعد هي تعرف خلاص، تعرف تبدأ تقيم نفسها وتعرف خطها. بالضبط. فهذا كان بالنسبة للبرنامج فنان الأول. ما توقعنا أن حجم التغيير في بعض الفتيات، لدرجة أن إلى الآن هم لا زالوا يذكرون أن الفنار كان السبب في توجهاتهم، في قيادتهم لجماعات طلابية لاحقا في الجامعات والكليات، شاركوا في مسابقات ما بعد فنار، هي يعني كما تقول حركت فيهم أنهم هم قادرين أنهم يشاركوا ويبدعوا ويطرحوا أفكار جميلة. جميل. الحلو في الموضوع أنه اللي شارك فنار واحد شارك في اثنين وفي ثلاثة، في بعضهم ممتاز. شاركوا ثلاث نسخ، في بعضهم نسختين شاركوا بحكم أن الحين امتحانات، بالإضافة اللي شاركت وجابت معها أيضا. أيوة بالضبط. في فنار الثاني والثالث، في فنار الثاني بالتحديد ولاية العامرات ولاية المصنعة طلبوا أنهم هم يعملوا البرنامج معاهم، فعملنا ثلاث نسخ في نفس الفترة. جميل. في السيب والعامرات والمصنعة. طبعا هذا السنة نفس الشيء، بس احنا في السيب بدأنا قبل رمضان والعيد، العامرات المصنعة راح يبدأوا بعد العيد. جميل. لأن عسنا يتناسب مع وقتهم أكثر، يعني كفريق منظم للبرنامج. الآن أنتوا بدأتوا؟ نعم بدأنا. كم عدد المشاركات؟ 40 فتاة. 40 عدد المشاركات. نحن نحاول لما يكون أكثر من كذا، لأنه نريد نركز على كل فتاة. نعم. طيب احنا قبل ما نبدا يعني نتعرف على الانشطه اللي نفذتوها منذ ان بداتم الى الان، نذكر المستمعين بارقام التواصل على 2469-8151، هذا بالنسبه للاتصال. اما بالنسبه للرسائل النصيه على 90456، ناخذ اتصال. السلام عليكم. مرحبا. مرحبتين. حياك الله. الله يحييك هشام. بيتك وديت شبا. آمين جميعا يا رب. إيش أخبارك؟ طيب. يا مرحبا نعود، حياك الله. تفضل يا هشام. تحياتي لك ولضيفتك. الله يحييك. بس أنا في عندي موضوع. تمام. تفضل. النقطة ألا وهي أن هي أظن يمكن قالت إنه هم يسووا يعني ندوات لنا، يعني ورشات عمل للشباب ما شابه ذلك، يمكن الحين قبل شوي سمعتها. أيوة. تمام. فتياتها. بس. في عندي مداخلة بسيطة. دام أنكم أنتم مستهدفين جيل الشباب، تمام؟ في حاجة الحين ألا وهي يعني ليش ما يتم توعيتهم وتثقيفهم مثلا في موضوع الحوادث؟ يا أختي عايزة تسمحي لي بس شوي، يعني بأمان أن إحنا يوميا الحين عطلة صيف، يمكن في أغلبيتهم اللي يقدموا مثلا على رخصة قيادة وما شابه ذلك، فليش ما هم ينظموا يعني يوم معين دوعية الشباب مجال السلامة المرورية ما شابه ذلك؟ يعني بأمانة ما فيها عيب، أنا أقول الشيء هم يسووا مثل هذا يكسبون راها أجر، لأنه
فكل هذا الحوادث احنا جالسين نشوفها يوميا. زين ما بعرف اذا هي راح تأيدني وتعارضني هذا الشيء يرجع لها، بس هذه من وجهه نظري الشخصيه انا. زين اذا هم بيسووا هذا الشيء بيكون جزاهم الله خير وممنونين عليه بامانه يا اختي عايده. ولا يهمك ان شاء الله راح ننتظر هذا. بالاضافه طبعا احنا استضفنا يعني ضيوف كثر وعندهم انشطه، ومن ضمن انشطتهم ايضا هناك يعني فعاليات في يعني توعيه الشباب. انا قلت اشوف استاذنها اذا هم يسووا هذا الشيء ولا ما يسووا، على اساس اذا يسووا يعني اذا في مجال احنا نكون متعاونين معاها تمام في القريب العاجل، يعني يكون في تعاون ما بيننا وبينها تمام. هو طبعا رقمي انا موجود مع استاذ مريم، هو طبعا انا عضو مجلس اداره في احدى الجمعيات يا استاذ عايده. زين بس اذا في مجال انهم يسووا هذا الشيء راح يكونوا ممنونين جزاهم الله الخير. اما اذا ما كان يسووا هذا الشيء فيمكن عسى ولعل يعني حاطين يمكن في بالهم في المستقبل ولا شيء، يعني مثل ما خبرتش بيكونوا ممنونين جزاهم الله الخير يا اختي عايده. ما يهمك هشام، تسلمي. بارك الله فيك. ربي يحفظك ان شاء الله. حيا ان شاء الله يا استاذ عايده. هشام كونهم يعني او كون ايضا عضو في فريق مهتم بالتوعيه المروريه، للعلم هشام كان عامل حادث كبير زمان وخرج من هذا الحادث بانه يعني من الضروري ان يوعي الشباب في مساله التوعيه المروريه. إذا كان في مجال أنهم يتعاونوا معكم ويعني ينفذوا معكم فعالية أو نشاط أو محاضرة في التوعية المرورية فهم يبادروا. طبعا أنا أشكر الأخ هشام جدا على مبادرته وعلى أنه هو جدا مهتم بهذا الجانب اللي هو حقيقي مؤسف يعني من جانب الشباب. نعم. احنا ناقشنا موضوع الحوادث المرورية في ملتقى الشباب العماني الأول اللي كان في 2010 وتم رفع مشروعين من الشباب أنفسهم في هذا الموضوع في التوعية المرورية والسلام المرورية. عندي نقطتين للأخ هشام. أولا طبعا يسعدنا ويشرفنا التعاون معه في هذا الموضوع بحيث أننا نحن ممكن نقيم فعالية أو على الأقل جزء من أحد فعالياتنا نستضيف الأخ هشام أو أنه نحن نرتب معه هذا الموضوع. النقطة الثانية أنا دائما أكرر وأقول أن شباب العمان قبل لا يقع في هذه الأمور أو في هذه المشاكل سواء كان الحوادث المرورية أو المخدرات أو إلى آخره، في البداية نحن يجب أن نهيئ له البيئة أنه هو أصلا يعني يقضي وقت فراغه يفكر بأشياء أخرى بأشياء إيجابية، خلينا نقول عنده أماكن يذهب إليها، عنده أماكن يطور فيها نفسه، عنده مكان أن يشارك فيه الشباب أفكار ومواهب. إيش العوامل اللي تدفع الشاب أنه يعني لا سمح الله يتهور في القيادة وبالتالي يتسبب في حادث كبير؟ أعتقد أنه الشاب عنده أشياء يحاول أنه يظهرها بطريقة أو بأخرى، يعني طاقة ونشاط طاقات ونشاطات. فإذا فرغها في بيئة مناسبة تلقائيا هذا الموضوع راح ينحل يعني ينحل بدون حتى نحن نقول للشاب أنه لا تسوي كذا وسوي كذا. وطبعا أنا مع الحلول الجذرية أكثر من مع الحلول اللي هي فقط التوعية أو لها. طبعا هي شيء مهم جدا ولكن ليش ما نحل المشكلة من الداخل من الجذر. أنا إذا غيرت هذا الشاب بطريقة سلسة وطبيعية بحيث أنه هو يقتنع تماما أنه هذا شيء غلط، أعتقد أن يكون التأثير أكبر ولمدة زمنية أطول من أني أؤثر عليه فقط بمحاضرة أو ورشة أنه هذا شيء غلط أو نعم. ايضا بالنسبه لل يعني للانشطه اللي انتم تقدموها للشباب اللي تساعد على تقويم السلوكيات، هذه ايضا تساعد فيما بعد انه الواحد تلقائيا يكون مهذب في سلوكه. نعم. في قيادته، في مشيته، في جلسته، لان تلقائيا تتحسن هذه الامور عنده. نعم. خصوصا في بعض الملتقيات اللي نحن نصر انه الشاب يكون معنا 3 أو 4 أيام. احنا من غير الملتقى نفسه او الورش عندنا قوانين معينه مثل الالتزام بالوقت، مثل اللباس الرسمي، مثل كيفيه التعامل في المجموعات، توزيعهم على مجموعات مختلفه على اساس انهم كيفيه التحاور والتعارف مع الاخرين. هذه الامور هي تكون يعني هذه اشتراطاتكم. هذه اشتراطاتنا. نعم. والهدف منها هو ان نعلمهم هذا الاشياء بطريقه غير مباشره يعني. نعم. وبالفعل. نعم. يعني في الى الان شباب ملتقى شباب العمان الاول والملتقى العماني الثاني يتحاورون مع بعض، يلتقون مع بعض ويعملون مشاريع مع بعض حتى بدون ادارتنا او اشرافنا او انه يعني نحن نكون السبب في ان نحن مثلا قلنا لهم اعملوا هذا المشروع او اعملوا هذا المبادره. وهذا ما جاء الا لانهم هم تعرفوا على بعضهم البعض وعاشوا 3 أو 4 ايام مع بعض يعني. نعم. تبادلوا الافكار.
الأفكار والمشاكل والهموم والقضايا والمقترحات. الشاب لما يجد مساحة للحوار، وليس فقط مساحة للحوار، مساحة لاتخاذ قرار أو أنه هو يفكر بحل مشكلته هو، أعتقد أنه يقتنع أكثر، وفي نفس الوقت يقدر يأثر على شاب مثله أكثر من أنه أنا أعطي مثلا أوامر أو أنه مثلا أنه توعية معينة أو بروشورات أو خلاص هذا أو نصائح أو نصائح بالضبط. يعني مثلا عندنا في فنار عندنا جروبات معينة أو مجموعات معينة إحنا نشتغل معاها في ورش. الفتيات أو المشرفات معانا عندهم هذا السنة مجموعة من الفتيات أسماء معينة، مثلا أنا عندي 5 أسماء أراقبها من بداية فنار لنهاية فنار كل سلوكياتها. فإذا شفت واحدة مثلا خجولة تستحي ما تحب أنها تشارك مثلا في المجموعات أو أنها ما تحب تطلع تتكلم أو ما تحب تتحاور، أركز عليها أكثر أنها هي تتحاور، أنها هي تقوم، أنها أختار. كيف تدفعيها لذلك؟ أولا المدربات اللي يكونوا معانا إحنا نحاول قدر المستطاع نقولهم أنه اختاروا هذه الفتيات أو هذه الأسماء. الشيء الثاني نحاول أنها هي تكون في مجموعة نشيطة، إذا كانت هي مثلا غير نشيطة، على أساس أنها هي تتحرك معهم يعني وتشترك معهم وتتكلم معهم أكثر. الشيء الثالث ان نحاول نحن كمشرفات نعزز فيها اشياء نشوفها فيها، مثلا اذا هي كانت ترسم او انها تكتب قصه او انها هي مثلا تحب التصوير او الى اخره، نمدحها قدام الناس قدام البنات انه فلانه ترى تعرف تصور حلو تصويرها الى اخره الى اخره، فيعزز فيها هذا النقط هذا الشيء، وتحاول ان هي خلاص تبرز وانها تتكلم وانها تتفاعل مع البنات الاخريات يعني. جميل. نعم جميل. أشوف الرسائل اللي وصلت إلينا واللي حاب يشاركنا مستمعين على 90456. مريم في اتصال؟ طيب إذا نخرج فاصل مستمعينا ولنا عودة إن شاء الله نستكمل حديثنا حول النسخة الثالثة لفنار للفتيات القياديات بتنظيم رؤية الشباب. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. 15 مليون ريال عماني. 15 مليون ريال عماني. 15 مليون ريال عماني. بل أكثر من 15 مليون ريال عمانية حققت أحلام العديد من زبائننا، والآن جوائز يومية وأسبوعية. وفر اليوم لتربح كل يوم. اتصل اليوم على 24791111. بنك ظفار، بنكك المفضل. أوه والمفاجأة الكبيرة، افتتاح الECC أكبر مجمع بالشرق الأوسط لمواد البناء والديكور، خصومات مذهلة لم تقدم من قبل في عمان. ECC كل ما تحتاجه هو بجودة عالمية. ECC أكبر مجمع لمواد البناء والديكور، مسقط الخوير، 93-999-155. الشمس نارت بين السحايب تحكي لبكرة حكاية عمان. للأسف 99.9% من أهلي وأقاربي معارضين وبشدة مشروع الخاص، بس أنا كنت عنيد وطموح كبير وفتحت مشروع الخاص. المعتصم الهنائي، مؤسس شركة نورث سيستمز. وأقدر أسمي نجاحك عمان. الشمس نارت. ابدأ مشروعك الخاص اليوم، ساس لريادة الأعمال. www.sas.om. الصفا للأغذية تتمنى لكم رمضان مبارك. ندعو بالصحة والعافية للجميع، وبالسلامة للجميع، وبالبهجة والسلام والسعادة والنجاح للجميع. ندعو بالهناء والشفاء للصائمين كاف. آمين. ونعدكم بتقديم غذاء حلال وطازج وطبيعي وشهي، حيث أن دجاج الصفاء لا يحتوي على هرمونات أو نكهات اصطناعية أو مواد حافظة، كما لا يتم حقنها بالماء لزيادة الوزن. تمتع بمنتجات دجاج الصفاء الحلال وعش حياة صحية 100%. التواصل مع برنامج كلام النهار. كلام النهار. الاتصال على الرقم 246-98-151، وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456، وعلى الفيسبوك وتويتر كلام النهار. كلام النهار. كلام النهار. كلام النهار.
كلام النهار. حياكم الله مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم. ومعنا اليوم من فريق رؤية الشباب الأخت مريم بنت خليفة العامري، مؤسسة ومديرة المشاريع والبرامج في فريق رؤية الشباب. نتحدث عن نشاط سنوي وهذه النسخة الثالثة بعنوان فنار للفتيات القياديات. ما يميز هذه النسخة؟ أنتم بدأتم من تاريخ 8 يونيو وراح تستمروا إن شاء الله إلى 19 يونيو. نعم، إيش يميز هذه النسخة؟ طبعا في النسخة الثالثة وجدت ركزنا كثير على شخصية البنات نفسهم. أول شيء أعطيناهم تمرين أو خلينا نقول تحليل الـ MBTI، هو مشهور على مستوى العالم. إنه كل فتاة نعرفها هي إيش شخصيتها بالضبط، ومن خلالها نقدر نحن نتعامل معها. النقطة الثانية إنه خلال أسبوعين مثل ما قلت سابقا، المشرفات عندنا يكون يعمل على مراقبة سلوكيات الفتيات معنا، وعمل استمارة خاصة لهم على أساسنا بعد ذلك نحلل كل فتاة هي كيف كانت سلوكياتها قبل وبعد فنار. النقطة الثالثة اللي يميزه أنه بعد فنار، اللي هو الورش التدريبية والدورات التدريبية اللي هي مدتها أسبوعين، الفتاة راح يتم التواصل معها لمدة سنة كاملة، بحيث أنها هي إذا صارت لها مثلا أي مشكلة أو إن عندها فكرة معينة أو أنها هي حابة أنه تشاركنا بإنجازاتها أو أنها هي حابة تطور نفسها أكثر، بإمكانها أيضا بإمكانها التواصل معنا أو مع المدربات اللي يدربوها خلال أسبوعين. طبعا هي راح تحصل على بطاقة اسمها بطاقة فنار أو بطاقة عضوية فنار. هذه البطاقة فيها عدة مميزات. واحدة من المميزات أن هذه الفتاة بإمكانها أنها تشارك في دورات أو ندوات أو مؤتمرات سواء داخلية أو خارجية، سواء كانت متعلقة بهوايتها أو مهارتها أو أنها متعلقة بالقيادة، على أساس أن نحن نعزز من الفتيات المشاركات الخارجية والاستفادة أكثر وأكثر في دورات تدريبية مشابهة لفنار الفتيات القياديات خلال سنة كاملة. بمعنى لو جاتكم دعوة من أي مؤسسة ربما تنوي تقديم أو تنفيذ دورة، أنتوا نرشح الأسماء. نرشح الأسماء خاصة إن إحنا نعرف خلاص شخصياتهم، مهاراتهم، هواياتهم، كل الأشياء نعرفها. فكل فتاة نعرف إنه هذا يناسبها أو لا يناسبها بالضبط. الشيء الثاني إنه فتيات فنار المستوى الأول، هذا نسميه المستوى الأول من 15 إلى 20 سنة، راح يكون في مستوى ثاني لأول مرة ندشنه هذا السنة بإذن الله، اللي هو من 20 سنة إلى 25 سنة لطالبات الكليات والجامعات. راح يكون هذا فنار تخصصي أكثر في قيادة الأفراد والمؤسسات. فالفتاة اللي هي في فنارها المستوى الأول لها الأولوية في الانضمام للمستوى الثاني بعد تخرجها من المدرسة، بحيث أنها هي تكمل معنا اللي هي موضوع الورش والدورات التدريبية وتصقل نفسها أكثر وبتخصصية وبتعمق أكثر. الشيء الثالث أنه هذه الفتاة اللي معنا في فنار المستوى الأول خلال سنة كاملة لها الحق في تنظيم مبادرة أو في تنظيم مشروع تحت إشرافنا، على أساس أنها تعزز المهارات اللي اكتسبتها خلال فنار، فبمساعدة الفتيات اللي موجودات معها في فنار. هذه في هذه النسخة؟ في هذه النسخة ولمدة عام كامل. جميل. وأنتم على استعداد باحتواء أي فكرة بتبنيها؟ يعني راح تحاولوا قدر الإمكان بالفعل أنكم تنفذوها على أرض الواقع؟ إحنا الأساس من هذا النقطة أولاً نشجع فيهم المبادرة، وثانياً إنه نحن نوجههم للطريق الصحيح، لأنه نحن عارفين إنه البنات في هذا العمر بعدهم أفكارهم بسيطة وحتى طريقة تنفيذهم للمبادرات والمشاريع جداً بسيطة. فالأساس أصلاً مش تنظيم المبادرة نفسها، كثر ما أساس إنه نحن كيف نوجهها وكيف إحنا نخطط للمبادرة، كيف نعلمها المهارات الأساسية. حتى لو صارت أو ما صارت، المهم عموما إن البنت انها ايضا يعني تتعود على مسألة انها تبادر. انها تبادر، وهذا طبعا احنا بقدر المستطاع نحاول قدر المستطاع ان احنا ننفذ هذه المبادرة في حدود امكانيات المؤسسة والفتاة. جميل. ناخذ اتصال. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. راح الاتصال يمكن. مرحبا. ايوه الو، اهلا، تفضل اخي.
صوت بعيد. نعم. طيب هناك رسالة تقول: مساء الخير، كيف أقدر أن أكون عضو معهم؟ هل يوجد رقم للتواصل؟ رسالة من أبو سعود. طبعا نحن ما نستقبل عضويات كثيرة معنا في برامجنا. نعم. لكن أنا يعني أنصح أنه أبو سعود يشاركنا أول شيء في البرامج كمشارك. نعم. سواء كان ملتقى شباب العماني أو مجلسات الأمور طيبة أو مسابقة العطاء الأكبر. نعم. بحيث أنه إذا عجب الوضع أنه يمكننا ينضم معنا كعضو. نعم. حقيقة نحن كثير نركز على الأعضاء اللي يكونوا معنا في برامجنا، يعني ذا جودة، وأنهم يكونوا مشاركين في البرامج قبل لا يكونوا منظمين. نعم. إحنا نختار أصلاً أعضاءنا من المشاركين. نعم. خاصة الشخص اللي نحس أنه هو مهتم جداً برؤية شباب وعنده كثير من الأفكار، وما بس عنده الأفكار، حتى المهارات وكيفية التطبيق. فعندنا واجد مهم أنه الشخص أصلاً هو أولاً يتعلم هذه الأمور وبعدين ينضم معنا للفريق. نعم. على أساس أنه هو خلاص يكون عارف الخطة وكيف أنه إحنا نمشي وتفكيرنا وتوجهاتنا إلى آخره. نعم، يكون فاهم كل شيء. نعم. ومطلع ومشارك سابقاً، وفيما بعد تأهل إلى مسألة العضوية. بإمكان أبو سعود يراسلنا على إيميلنا، وموجود في موقع رؤية الشباب. بس يكتب في جوجل رؤية الشباب بيطلع الموقع، وموجود إيميل التواصل. ممتاز. ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عائلة. أهلين وعليكم السلام أستاذ سعد شندودي، كيف حالك؟ سلامتك أستاذ، وموضوعكم جيد ونتداخل معها بكلمات بسيطة. عموما نشكرها أيضا على مبادرتهم الطيبة اللي هي فنار، وهي عندي بعض من الاقتراحات بخصوص القيادة. تفضل. طيب، هم عندهم الحين يعملوا دورات وما شابه ذلك لبعض الفتيات. أتمنى أيضا إعطاء الفتيات الذين يمتازن عندهن روح القيادة أسس القيادة الناجحة، أيضا القيادة ودورها تجاه المجتمع المحلي، لأن إحنا بحاجة إلى قيادات ليس تهتم بنفسها فقط، وإنما تهتم باللي حواليها، وأيضا تقدم خدمة لأفراد المجتمع المحلي. هذا نقطة. أتمنى أيضا مثل هذه الملتقيات تعمل تطوف حول مختلف محافظات السلطنة، مرة في مسقط، مرة في الظاهرة، مرة في صلالة، يعني بحيث أن تعم الفائدة على جميع أبناء الوطن. نعم. هذا نقطة. نعم. أيضا أتمنى أيضا استقطاب أيضا ناس من أيضا عمل محاضرات في المدارس والكليات والجامعات، لأنه أيضا القيادة لها نماذج معينة. نعم. صح ولا لا؟ هذا نقطة. أيضا نتمنى بعض من فتيات دول الخليج أو ما شابه ذلك يشاركوا معهم. نعم. نستفيد منهم، هم يستفيدوا منا في هذه الملتقيات وما شابه ذلك. نعم. هذا فقط الذي عندي، وبارك الله فيكم وبارك الله في ضيفتك. شكرا لتواصلك يا أستاذ سعد. شكرا. مع السلامة. تكلم عن يعني إعطائهم جرعات أكبر من أسس القيادة ناجحة، بالإضافة إلى يعني أكثر من أنه تكون القيادة ذاتية، أيضا التوسع إلى قيادة الأفراد ويعني مؤسسات ربما يعني في المجتمع، أيضا يعني تتوسع أيضا إقامة مثل هذه الفعاليات إلى أو في جميع محافظات السلطنة. محاضراتكم، أنشطتكم في المدارس هو يرى من المناسب جدا أن تنفذوا مثل هذه الأنشطة والمحاضرات في المدارس، أيضا دعوات تقدموها لدول الخليج بحيث أن يكون هناك يعني تبادل، أنتوا تزوروهم هم يزوروكم، يعني هذه فيها استفادة أيضا وتبادل خبرات وتجارب. طيب شكرا أستاذ سعد على هذه النقاط الجميلة. نعم. بالنسبة للقيادة الذاتية أو قيادة الأفراد والمؤسسات، إحنا لأن في المستوى الأول نركز على فتيات أصغر من 20 سنة، فهم. نعم. إلى الآن لا يعرفون أصلا يقودون دواتهم. نعم. توجيههم لأنفسهم شوية يحتاج الكثير من الوقت. نعم. لذلك نحن نبدأ أول شيء في القيادة بشكل عام، أول شيء قيادة الذات، أنا كيف أقود ذاتي وأحدد توجهاتي وقيمي ومبادئي وكيف أن أخطط لنفسي. نعم. في المستوى الثاني فعلا نحن نركز على قيادة الأفراد والمؤسسات. نعم. بشكل تخصصي أكثر، دورات تدريبية متخصصة جدا في القيادة. نعم. بالإضافة إلى استضافة قيادات نسائية مثل ما أنا قلت، وحتى قيادات يعني قيادات بشكل عام رومانية في مختلف المجالات والتخصصات، بحيث أنهم يعطوهم الخبرة اللي اكتسبوها من خلال مثلا مناصبهم أو من خلال يعني المستوى اللي وصلوا إليها من القيادة.
فهذه النقطة جدا نحن مركزين عليها، يعني ما أن هملناها القيادة للأفراد والمؤسسات، بس بالأول نعزز أول شيء القيادة الذاتية على أساس أنه الشخص القائد فعلا لازم أول شيء هو يكون يعني لازم هو عارف توجهاته ومبادئه وقيمه قبل لا يقود الآخرين والمؤسسات أو إذا كانت مؤسسة. هذه نقطة. النقطة الثانية من ناحية التوسع، فعلا نحن نحاول قدر المستطاع أنه نحن نتوسع في كل محافظات السلطنة. أنت ذكرتي نعم. نعم، فنار في العمارات والمصانع، وفعلا هذه السنة كانت في صحم وصحار رسلونا دعوات على أساس نحن نقيم فنار في صحم وصحار، ونحن إن شاء الله بعد ما نخلص فنار السيب نحاول قدر المستطاع التواصل معهم تدريب الفتيات هناك، لأنه لازم يكون في فريق متخصص لإقامة برنامج فنار من نفس الولاية على أساس أنهم يكونوا يشرفوا على البرنامج وبنفس شروط البرنامج. هذا بالنسبة لبرنامج فنار. بالنسبة للجلسات مثلا أمور طيبة، مسابقة العطاء، ملتقى شباب، هو مفتوح لكل شباب السلطنة بإمكانهم الانضمام والحضور. حاليا نحن جالسين نعد لملتقيات مصغرة لكل محافظات السلطنة، فرح نمر على كل محافظات السلطنة يعني ونشارك الشباب اللي موجودين في هذه المحافظة في هذه الملتقيات المصغرة إن شاء الله ابتداء من بعد رمضان، أو أعتقد في رمضان إن شاء الله رح نبدأ أول الملتقيات. إيش السؤال عن المدارس؟ أيوة، بالنسبة للمدارس حاليا بعدنا ما عملنا يعني مشاريع خاصة للمدارس للمدارس والجامعات والكليات، ولكن نحن حابين أنه من فنار المستوى الثاني أنه يكون مشاريعهم مشاريع لطالبات المدارس وطلاب المدارس، بحيث أنه أنا لما أدرب هذه الفتيات أريدهم يطبقوا عمليا بمشاريع حقيقية للتوجه لطالبات المدارس، خصوصا أنهم بيكون أعمارهم أكبر منهم. جميل. فأنا بدربهم وبعدين هم على أساس أنهم يقودوا أفراد ومؤسسات سواء بأفكار مشاريع أو إلى آخر إلى آخر، لأنه نحن طاقتنا الموارد البشرية شوية محدودة وصغيرة والوقت عندنا شوية صعب، فإحنا نحاول إحنا ندرب فرق شبابية على أساس أن هذه الفرق هي اللي تنطلق لفئات معينة ومحددة في المجتمع. نعم. بالنسبة للدعوات، طبعا الدعوات احنا نتواصل مع فتيات من خارج السلطنة، من سواء الكويت، البحرين، من السعودية إلى آخره، سواء كان هم أنهم يجوا معنا ويحضروا أو أن نحن نحضر معهم. مثلا عندنا مسابقة العطاء الأكبر، الفائزين فيها يذهبون إلى دورات تدريبية خارج السلطنة اللي هي مثل الكويت والبحرين والسعودية وإلى آخره، وحتى يمكن خارج دول الخليج. السنة الماضية وزارة التراث والثقافة استضافت الملتقى الخليجي الفتيات الخليجي، وطلبت منا أنه نحن نرشح لها فتيات، ورشحنا لها فتيات من فنار النسخة الثانية. فهذه نفس الشيء أنه هم يعني اشتركوا مع مؤتمر يعني خليجي، والفتيات نفسهم هم اللي شاركوا كمرشحات. احنا عندنا خطة لفنار على أساس أنه في 2018 ننظم ملتقى فنار للفتيات القياديات على مستوى الخليج. فجلسين نشتغل على هذا الأساس، بس أول شيء نحن نشتغل على الفتيات نفسهم وبعدين نبدأ ننظم هذه الملتقيات الخارجية. جميل جدا. رسالة تقول: السلام عليكم، نشكركم على البرنامج، كيف نتواصل مع رؤية الشباب؟ الرسالة من إبراهيم العامري صاحب الحملة الرياضة والسلامة المرورية. أنت ذكرتي أنه يدخل على الموقع ويرسل إيميل ويرسل إيميل، وإن شاء الله راح إن شاء الله راح نقوم نتواصل، أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان في الفيسبوك، تويتر أو الإنستغرام، ممكن إن نحن يكتب رؤية الشباب على طول رؤية الشباب ويتواصل معكم. نعم، ممتاز. طيب لو جينا الحين نتكلم عن يوميات هذه النسخة من فنار للفتيات القياديات. طيب نحن في كل يوم نحاول أن نأخذ مجال من المجالات الحياة العامة، المفروض أن البنت أنها هي على الأقل تعرف الأشياء الأساسية، وفي نفس الوقت إذا هي تريد تتعمق أو تتخصص هي تحس أنه هذا يناسبها أو ما يناسبها. نعم. أول شيء بدأنا إحنا بالورشة الفنية اللي هي صنعوا النوت بوك الخاص فيهم، يعني بدلا نحن نوزع لهم نوت بوك خليناهم أنه هم بنفسهم يصنعوا النوت بوك الخاص اللي يخططوا فيه لحياتهم، بحيث أنه هو يكون شوية يعني قريب منهم أكثر. كيف يعني جبتوا لهم خامات، أوراق، لصق؟ إحنا تعاوننا مع إحنا تعاوننا مع فتيات عندهم شركة بسيطة في المنزل يعملوا على اللي هو الكرافتس، هذه اللي هو الأشياء اليدوية. فهم اللي علموهم كيف يصنعوا النوتبوك وجابوا لهم كل الخامات، وكل واحدة من البنات صنعت لها جميل الدفتر، يعني هاي الدفتر الخاص فيها، دفتر الملاحظات، هذه عمرها ما راح يعني ترمي، ما راح ترمي، ولا هي راح تحافظ عليه لأنه صنعتها
صنعتها بنفسها وما في في السوق مثلها لانه هي اللي صنعتها. هذه النقطه الاولى. ليش بدانا بالورشه الفنيه؟ اول شيء لكسر الحواجز فيما بين الفتيات لانهم اول مره يكونوا مع بعض في نفس المكان، فيكون اليوم الاول شويه يعني اذا كان ما في شيء حركي يتحركوا ويروحوا ويجوا يصنعوا شيء ما بتكسر الحواجز فيما بينهم. الشيء الثاني لانه هذا النوت بوك راح تستخدم الفتاه في كل الايام فنار. فهم اللي راح يكتبوا فيه خطط حياتهم، هم اللي راح يكتبوا فيه كل النصائح والافكار اللي طلعت من كل ورشه. جميل. بعد الفاصل ان شاء الله نكمل اللي قدمتوه في اليوم الاول إن شاء الله. من فعاليات فنار للفتيات القياديات. هل أنت من رواد الأعمال ولديك فكرة ترغب في تحقيقها؟ أو تطمح في تطوير أعمالك التجارية الحالية؟ إذن عليك ببرنامج تجارتي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنك الوطني العماني. تمنحك تجارتي السرعة في اتخاذ القرار من خلال فريق تجارتي وحماية تأمينية بدون الحاجة إلى تقديم ضمانات. لتحقيق طموحاتك اتصل بنا على الرقم 877-077 لتقديم طلبك. تجارتي يد ممدودة لمساعدتك في تطوير أعمالك التجارية. تطبق الشروط والأحكام. للتواصل مع برنامج كلام النهار، كلام النهار، الاتصال على الرقم 246-98-151 وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456 وعلى الفيسبوك وتويتر كلام النهار. كلام النهار. كلام النهار. كلام النهار. كلام النهار. حياكم الله مستمعينا في كلام النهار عبر أثير إذاعة شباب من سلطنة عمان. وقبل الفاصل كنا نتكلم عن يوميات فنار، وتحدثت في اليوم الأول هناك ورشة فنية والمشاركة هي اللي تصنع دفتر الملاحظات، بحيث أنها يعني هذا الدفتر يكون معها في طول فترة الفعالية هذه. نعم. في اليوم الثاني اللي هو اليوم خلينا نسميه التنموي، نعلمهم كيفية صناعة الأهداف بطريقة يعني بخطوة خطوة، بحيث أنه مثلا يكون الهدف واقعي وفي مجالات محددة، كيف أن أحقق هذا الهدف بخطوات بسيطة، طيب إيش المجالات اللي أنت تريدي أنك تحطي فيها أهداف معينة، وكيف تحطي هذا الأهداف، وكيف تقيسي أنك حققتي هذا الهدف أو لا، وكل هذه الأشياء. وبعدين يعملوا دريم بوك اللي هو يقصوا الصور اللي هم يريدوا أنهم يوصلوا لها، سواء كان مثلا تخرج من الجامعة، شراء سيارة، مثلا السفر إلى آخره، ويحطوها في النوت بوك هذا على أساس أنهم هم يعتبر بالنسبة لهم هو الدريم بوك اللي هم يحاولوا أنهم هم يسعوا أنهم يوصلوا إليه. فهذا بالنسبة لليوم الثاني اللي هو صناعة الأهداف. أيضا عملنا اليوم اللي هو اليوم الأدبي أو اليوم الثقافي خلينا نسميه. في اليوم الثقافي قاموا البنات بتحليل قصص، تم توزيع عليهم قصص أدبية لكتاب عمانيين، وكل مجموعة عملت على تحليل كل قصة وإبداء آرائهم في القصص. إحنا هنا نعلمهم عدة أشياء، أول شيء القراءة النقدية، نعلمهم نفس الشيء إنه كيف أنت كشخص تنتقدي أي كتاب مثلا أو تستفيدي من الكتاب. أنا مثلا أنا هذا بحضور مختص طبعا، أيوة بحضور مختصة كاتبة معنا، وهي أصلا عضوة في رؤية الشباب، هي المسؤولة عن المواد الإعلامية عندنا أو اللجنة الإعلامية، وهي كاتبة قصص قصيرة وفازت بمراكز يعني على مستوى الجامعة وعلى مستوى الملتقيات الأدبية العمانية. طبعا من خلال هذا اليوم اكتشفنا مواهب كتابية عند البنات. طبعا احنا خبرناهم قبل بيوم اللي تكتب انه تجيب الكتابات على اساس انه يتم يعني توجيهها وتصحيحها مثلا، او انه يتم يعني انه تشجيعها انه كيف انت تستمر في الكتابة، او هذه الكتابة نوع من الكتابة كيف انك تطوريها الى اخره. ممتاز. بعض الفتيات
كانوا جايبين القصص بس على اساس انه الناقده ان هي تنتقدها وخلاص، يعني بينها وبين الناقده بس. احنا يعني حاولنا ان هي تقرا القصه قدام الكل على اساس ان احنا نشجعها. بعد طبعا البعض كان واجد مستحيل انه هو يقرا، يقوم ويقرا مستحيل، انه كانه هذا الشيء ما من المستوى، او انه مثلا انا بعدني صغيره، او انه هذا الشيء ما حلو. تعرفين لما نكتب احيانا ما نريد حد يشوفه، اي ما نريد حد يشوفه، نستحي انه حد يشوفه. بس بالامانه يعني البنت اللي قرات القصه اول ما خلصت المشرفات كانوا شوية ويبكوا، يعني فعلا نتأثرت من القصة. فقال لي المشرفات وهو نفس الشيء المدربة، هذه مشروع كاتبة، هذه بالفعل مشروع كاتبة يعني. فالحمد لله. وفي بنات، في بنت قالت أنا من هدفي أنه في 2018 أخرج ديوان شعري في كذا كذا صفحة، في كذا كذا قصيدة، في كذا كذا، يعني اوريدي هي محددة هي ايش تريد، وهي بعدها الصف 11 ما شاء الله. فخبرتنا قصتها أنه مثلا كانت في الصف 10 تكتب، فقالوا لها أهلها لا ما كتبي ما حلو ما أعرف إيش إلى آخره. تعرفين المجتمع أحيانا يكبت هذه الأمور بحيث أنها هي شيء غير مهمة يعني في الحياة، مثل الدراسة والتخصص والعمل وإلى آخره. فموهبة الكتابة مثلا يعتبروا بالنسبة لهم أنه شيء ثانوي أو شيء يعني عادي. فالبنت تقول أنا توقفت في 2011 لكن رجعت مرة ثانية في 2012، بتقول وإن شاء الله رح أستمر أني أنا بالكتابة ورح أخرج هذا. فمثل هذه الأمور نكتشفها أيضا خلال الورش. أيضا عملنا اليوم كان عندهم الورشة الإعلامية أو اليوم الإعلامي، ابتدأنا من الساعة 10 صباحا مستمرين لحد 5. يمروا على كل الأجزاء الإعلامية من الصحافة، من التلفزيون، من الإذاعة، ومن مواقع التواصل الاجتماعي. وفي كل جزء من هذه الأجزاء يعطاهم تمرين بحيث أنهم هم يعملوا مثلا خبر صحفي، حلقة من برنامج تلفزيوني، حلقة من برنامج إذاعي، مواقع التواصل كيف أنهم يستخدموها في مثلا في حياتهم وفي عملهم وفي إبراز مهاراتهم وهواياتهم بطريقة إيجابية. فهذه بالنسبة مثلا لليوم الإعلامي. نفس الشيء كان عندنا لقاءات القادة، استضفنا فيه مثلا دكتورة ريا المنذري اللي هي نائبة رئيس اللجنة الوطنية للشباب، دكتورة فخرية اليحيائي من جامعة السلطان قابوس، دكتورة في الفنون التشكيلية، والأستاذة أمل الزجالي نفس الشيء محامية وقانونية، عساس أنهم يحكوا تجاربهم كيف أنهم وصلوا لهذا الأمور، يعني الصعوبات اللي مروا فيها في دراستهم، في تخصصاتهم، في الغربة مثلا، كيف التوفيق. هذه فرص جميلة حتى توصل القيادية للشخص أو عين كان، يعني عموما المرأة، الفتاة، أي شخص لما يتعرف على تجارب الآخرين يعرف أنه هو كم لاقى من تحديات في حياته ولكن تجاوزها ووصل إلى هذه المرحلة. نعم. والحلو أن البنات يتشاركن هذه الأفكار وهذه الأسئلة مع الضيفات. نعم. يعني مباشرة، مش يعني أنه يعني بطريقة رسمية ولا لا، كان الموضوع عفوي جدا وكان في حوار وكان في نقاش، وانتو كيف وصلتوا كذا، طيب انتو كيف تختاروا الكتب لما تقرأوا، طيب انتو كيف توازنوا بين البيت والحياة والعمل. نعم. يعني هم البنات عندهم تساؤلات ممكن تكون بسيطة بس بالنسبة من منطلق تحديات هم يعانوا منها يعني في حياتهم. نعم موجودة، لذلك يستفسروا أنت كيف قدرت تتجاوز مثلا هذا التحدي. أيوة بالضبط. نعم. ونفس الشيء كان عندنا اليوم الديني، كنا استضفنا داعية وهي في نفس الوقت مدرسة لغة إنجليزية، فكانت تكلمهم عن تدبر الآيات القرآنية، إنه يعني أنا آية قرآنية شوفوا كيف كم المعاني الجميلة اللي نحملها يعني في حياتنا، أنا مثلا في السعادة، في التأمل، في كل هذه الأشياء. أنا يعني أنا كمشرفة هناك لما أسمع كلامها أحس أنه يعني كأني أول مرة أسمع هذا الكلام. سبحان يعني الله. لو في أمور نحن ما تعلمناها في المدارس ولا في الجامعات ولا في الكليات، وأحيانا ما حتى ما في الكتب. فهي تقول مثلا تخيلوا أن مثلا سبحان الله ما كنت أعرف وش معناها إلا لما ترجمت اللغة الإنجليزية وعرفت أنه هي يعني إيش معناها الحقيقي وكيف يعني نستشعر عظمة هذا الكلمة وإلى آخر. فكانت فعلا يعني الدورة ليست دورة أمر ونهي وحرام وحلال، لا، هم معارف، هم بنات يعني صغيرات وبسيطات، ونريد نحببهم في الدين إنهم هم فعلا لما يقروا القرآن ما يقروا بالطريقة إن أنا بس أقرأ قرآن، لا، صار الموضوع إنه لا أنا أقرأ لأني أنا أريد أتحسس الجمال من حولي مثلا، أستفيد منه، أعرف أنا وش الأشياء اللي أنا بتفيدني في حياتي من خلالها يعني بهذا الطريقة. فكانت تعلمهم الطريقة، لأنه دائما كانت الرسالة إنه أقرأ القرآن لأنه واجب عليك تقرأ، لأنه تحمي نفسك في الآخرة. أيوه. لأنه ما في معاني أخرى طبعاً، في معاني جميلة جدا، في معاني جدا رائعة نحن ممكن نكتشفها يوميا من خلال قراءتنا في القرآن. نعم. فكان الهدف من هذا اليوم إنه كيف أنت تقرأ القرآن بطريقة يعني أنت تحبيها يعني. جميل جدا.
إيش بعد الأيام؟ بعد اليوم الديني. اليوم الديني أيوة. عندنا اليوم الصحي كان أمس. استضفنا مشرفات صحيات من كلية التمريض بجامعة إسطنبول. واحدة تكلمت عن الصحة النفسية وكيف أنها هي مهمة جدا ومؤثرة جدا في أعمالك، في تحقيق إنجازاتك وطموحاتك، في تعاملك مع الآخرين. كل هذه الأمور النفسية اللي تمر الفتاة فيها في هذا السن. كانت كثير تعطيهم أمثلة وأمور إنه يعني مثلاً أعملي كذا، تنفسي ببطء إلى آخر، كل هذه الأشياء اللي كانت تعطيهم أمثلة من واقع تجربتها. إنه تقول أحياناً يكون يجوني ناس يعني أمر بسبب إنه مثلاً حطوا هدف فوق قدراتهم أو فوق طموحاتهم، شعروا بالاكتئاب ووصلوا لمرحلة اكتئاب وإحباط شديد. نعم. ليش؟ لأن الهدف اللي هم عملوه كان كبير، كان أكبر منهم. نعم. فكانت توجههم لهذا النقطة أنه يعني أوكي عملوا أهداف بس ما فوق طاقاتكم وطموحاتكم، وحتى لأن ما وصلتوا للهدف لا تراجعوا بسهولة وتكتئبوا وتنحبطوا. فكانت تعطيهم هذه الأمور. وبعدين الصح المرشدة الثانية اللي هي في الصحة وفي التغذية وفي الرياضة، الصحة الجسدية للمرأة بشكل عام. جميل. فكان يعني في هذاك الوقت عملوا لهم اللي هو قياس الوزن والخصال، يعني شافوهم انه هم هل هو وزنهم صحيح ولا لا، وعطتهم تعليمات معينة انه لازم تسوي كذا ولا آخر. فكان فعلا في التغذية عن شرب الماء كثير، وطبعا هي كانت تركز من جانب انه انت تكوني جميلة وتكوني بشرتك حلوة والى آخر، اكثر من انه يعني لا تشربوا مشروبات غازية، لا تاكلوا فاست فود، لا الى آخر. لا كانت تخبرهم باشياء بسيطة انه كيف تغيري روتين حياتك من شيء لا صحي الى شيء صحي عشان تحافظي على طاقتك ورشاقتك وبشرتك والى آخر. نعم. مثل هذه التعليمات انتم توجهوها للمختص. نعم. انه يعني اثناء من تقديم المادة نتمنى انك يعني تتبع كل الاساليب التي ترغب المشاركة في المادة اللي انت تقدمها. بالضبط، وخاصة انه يعمل قدر المستطاع التمارين، قدر المستطاع يجيب لهم أمثلة من الحياة من الواقع، بحيث انه بمعنى انه تطبيقات اثناء تقديم المادة، اثناء تقديم المادة، بحيث ان البنت نفسها تقتنع. يعني بدل لا انا اقول للبنت انه هذا شيء صحي ولا لا، هي اخليها هي اللي تجرب. تقول هي اللي تقول. نعم. انه هذا شيء صحي ولا غير صحي يعني. جميل. فالحمد لله يعني المدربات اللي معانا ما شاء الله عليهم، يعني كل واحدة اخذت فعلا الشروط اللي نحن يعني حطيناها بعين الاعتبار، بحيث انها توصل الرسالة بالطريقة الصحيحة وبطريقة محببة ومريحة اكثر يعني. عندنا بكرة إن شاء الله اليوم الإنساني، اليوم الإنساني اللي هو يتكلم على الإنسانية وعن الروح وعن الجمال في الكون والطبيعة. حتى ما بيجلسوا على كراسي وطاولات، راح يجلسوا على الأرض. يعني يصير أحضر في هذا اليوم؟ تفضلي إن شاء الله. نتخلص البرنامج على طول، تعالي إن شاء الله. إن شاء الله. فهذا اليوم أنا لحد الحين يعني ما أعرف وش بيصير بالضبط، بس أنا اللي متوقعت أنهم تتكلم عن الجانب الإنساني في مين كل اللي بيقدمها اليوم؟ فاطمة الكندي. فاطمة الكندي. نعم. واستضافوها في برنامج أنت كما تريد لنفس الموضوع، التسامح. كان يتكلم عن موضوع التسامح. طبعا هي تعلمهم هذا القيم اللي هو التسامح، التأمل، الإنسانية، المحبة، العطاء إلى آخره من هذه القيم، بالطرق نفس الشيء بتدريبات وتمارين، بحيث أن البنت نفسها تقتنع يعني. في اليوم الاجتماعي اللي هو آخر يوم عاد هنا اليوم اللي هو ختام برنامج فنار، يعني مثل ما يقولوا هنا في هذا اليوم راح نركز على شيئين. الشيء الأول إنه كل بنت تطلع كيف هي تشوف نفسها. يعني مثلا أنا برسم أو بكتب أو إلى آخر، هذا التمرين. نعم. نحن نريدها ترسم أو تكتب هي كيف تشوف نفسها، وبعدين المرشدة النفسية تحلل هذا الرسومات أو الكتابات للبنات هناك في الورشة نفسها، بحيث أن تقولهم أنه مثلا هذا الشيء اللي أنتوا قاسين تشوفوا فيه نفسكم مثلا صح أو خطأ، أو لازم تعززوا أو لازم لا أنكم ما تفكروا بهذه الطريقة لأنه كذا 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 مثلا. يعني المهم أنها هي تعطيهم هذه الإرشادات من باب أنه هم مثلا أنا أشوف نفسي أني أنا ما أقدر. هذه الرسومات اللي أنتوا شفتوها لحد الحين بعدنا ما سوينا اليوم هذا جديد. هذا جديد في الورشة نفسها. أيوة. نعم. يوم الخميس يعني ما كان في مثل هذا اليوم في النسخ الماضية. لا، النسخة الماضية اليوم الاجتماعي كان في موضوع حل المشكلات اتخاذ القرار. جميل. فكنا نعطيهم قضية اجتماعية من واقع حياتهم في هذا العمر، بحيث أنهم هم يحلوا هذه المشكلة بنفسهم. نعم. نعم. والشيء الثاني بنركز فيه في اليوم الاجتماعي اللي هو كيف أنه هذا البنت تتحاور مع الأكبر منها مثلا، أو سواء كان مدرساتها، أمها، أخوانها، أي حد،
كيف أنها تتحاور معه بأسلوب تقنعه بوجهة نظره، ما ترفع الصوت إلى آخره. هذا الأمور اللي البنات في هذا العمر بالعادة ما يراعوها، وتحسي إنه هي السبب في إنه مثلاً هم يحسوا بإحباط، إنه الناس ما تسمع لهم أو أمهم ما تسمع لهم. دائماً يشعروا إنه الآخرين يقاوموننا، يقاوموا أفكارنا. لذلك ينفعلوا. أي ينفعلوا، فمثلاً يكون الأسلوب بطريقة يعني غير صحيحة. نعم. جميل، نخرج فاصل إعلاني ونرجع إن شاء الله نواصل حديثنا حول فعالية فنار للفتيات القياديات. الصفا للأغذية تتمنى لكم رمضان مبارك، ندعو بالصحة والعافية للجميع وبالسلامة للجميع وبالبهجة والسلام والسعادة والنجاح للجميع، ندعو بالهناء والشفاء للصائمين كافة، آمين. ونعدكم بتقديم غذاء حلال وطازج وطبيعي وشهي، حيث أن دجاج الصفاء لا يحتوي على هرمونات أو نكهات اصطناعية أو مواد حافظة، كما لا يتم حقنها بالماء لزيادة الوزن. تمتع بمنتجات دجاج الصفاء الحلال وعش حياة صحية 100%. أولادي بالبيت يرسمون بالألوان، وش عدا فاتر على الحيطان، ما هذا ابتسمت. الابتسامة دائما على وجهك مع حساب HSBC Advance الذي يمنحك دخولا مجانيا لصالات خاصة في المطارات، تأمين سفر مجاني، كتيب انترتينر مجاني، وبطاقة ائتمانية مجانية مدى الحياة. افتح حساب HSBC Advance اليوم وابدأ بالابتسامة، تطبق الشروط والأحكام. ثانية غير دوامك التجارية هي برمجيات حرة ومفتوحة المصدر. كيف أقدر أطور من مهاراتي في البرمجيات الحرة؟ صيف عمان للبرمجة يكتشف ويشجع المواهب العمانية في مجال البرمجيات المفتوحة المصدر. للتسجيل الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى foss@ita.gov.om، ولمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تقنية المعلومات. عبد الصمد القرشي يقدم بمناسبة افتتاح فرعه الجديد في أبراج مرباط بالغبرة الشمالية تخفيضات تصل إلى 50% ولفترة محدودة. عبد الصمد القرشي، أصل له جذور. يوسف على وشك تسديد الضربة الأخيرة بملعب الجولف، هذه اللحظة مهمة جدا بالنسبة له باعتباره من أبرز المشاركين باللعبة. بالإضافة إلى ذلك، يوسف يستثمر في هذه اللحظة بصندوق مالي سريع النمو، لأنه من عملاء HSBC Premier، ومدير علاقات العملاء الخاص به يساعده على إدارة ثروته، وبنفس الوقت يقدم له مجموعة من الخدمات والمنتجات لتنمية مدخراته. أهلا بك في HSBC Premier، اقتصادك الشخصي في أيدٍ أمينة. لمعرفة المزيد قم بزيارة hsbc.co.om/premier. افتح حساب HSBC Premier قبل 31 أكتوبر واستمتع بإقامة مجانية لمدة ليلة واحدة في أحد الفنادق الفاخرة، أو العب الجولف لمدة شهر واحد مجانا، تطبق الشروط والأحكام. للتواصل مع برنامج كلام النهار، كلام النهار، الاتصال على الرقم 246-98-151، وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456، وعلى الفيسبوك وتويتر كلام النهار. كلام النهار، كلام النهار، كلام النهار، كلام النهار. أهلا بكم مستمعينا في كلام النهار عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حديثنا اليوم حول فعالية فنار للفتيات القياديات بتنظيم فريق رؤية الشباب. اللي حاب يتواصل معنا ويشاركنا في موضوعنا اليوم على 24-6-8-1-5-1، هذا بالنسبة للاتصالات. أما بالنسبة للرسائل النصية على 90-4-5-6.
وأرحب من جديد بضيفتنا في الاستوديو مريم بنت خليفة العامري، مؤسسة ومديرة البرامج والمشاريع في رؤية الشباب. توقفنا عند أنه كيف كنتوا تعززوا مسألة أهمية أن تتعلم الفتاة، كيف تتحاور مع كبار السن، كيف ممكن تقنعهم، كيف أيضا يعني تتجاوز مرحلة أنهم والله دائما مقاومين لأفكاري، دائما محتجين، دائما هي تجد أن هناك يعني كأنه في مقاومة من الأسرة، من المعلمة، برغم هذا الشيء ما موجود، بس يعني اللي حاصل إن ربما إحنا ما نعرف نحتوي الفتيات أو الشباب عموما، يعني المراهقين في هذه المرحلة، وهم أيضا ينظروا إلينا بهذه النظرة إنه ما فاهمينا. طبعا أنا أتفق معك، خاصة إحنا نتعامل معهم يوميا. الفتيات عندنا مثلا لهم متطلبات كثيرة قد تكون منها معقولة وغير معقولة، لكن طريقة طلبهم لهذا المتطلبات أو أن طريقة إقناعنا لهذا الفتاة أنه هذا الشيء معقول ومناسب لك أو غير معقول ومناسب لك يأخذ الكثير من الوقت والصبر والجهد في كيفية توصيل هذا الموضوع للبنات. إحنا نستخدم كثير أسلوب المرح والفكاهة والتنكيت، يعني نوعا ما على أساس أنها هي توصلها المعلومة وتتقبلها بدون أن ما يكون في يعني شد وأخذ وعطاء وإقناع بطريقة. فهذا الموضوع اصلا من اليوم بيتعلموه في اليوم الاجتماعي، انه انا كيف اقنع اللي جنبي، خاصه انهم بعد ما حللنا شخصياتهم ان شاء الله بكره راح نعطيهم التحليل كامل. هم راح يعرفوا نفسهم، في بعضهم اللي منغلقين، في اللي منفتحين، في الحدسيين، في الحسيين. يعني هذا التحليل الشخصية رح يخليهم شوية يفهموا نفسهم، أنا أوكي أنا أتصرف هذا التصرف لأن أنا شخصيتي أصلا كذا. يعني أحيانا يكون ما فاهمين هم ليش مثلا عنيدين زيادة، أو أنهم ليش يعصبوا زيادة، أو أنه يكون حازم أحيانا ربما، أو يكون حازم، أو ليش ما يختلط مع الناس الثانيين مثلا، أو في ناس لا، في شخص لا أنه الاختلاطه هو اللي يعطي طاقة أكثر إلى آخره. كل هذه الأشياء رح نشرح لهم إياه، وفي اليوم الاجتماعي رح يتم تعليمهم الأسس الصحيحة في التعامل في الحوار. نفس الشيء كان عندنا يوم الابتكار، أنا سأذكره يعني. الأستاذ بدر الشريقي من مجلس البحث العلمي قدم لنا ورشة الابتكار، فكانت الورشة من أروع الورش يعني مع البنات ومع الأستاذ. كان في كثير من الأفكار وكثير من يعني كان البنات على بالهم أن الابتكار هو شيء كبير، يعني أنه أنا ما أقدر أنه أوصل لهذا المرحلة أنه أنا أبتكر شيء جديد، بس هو بسط لهم الموضوع. وفعلا يعني كان تفاعل الفتيات في الورشة يعني غير طبيعي، لدرجة أنه مدرب الورشة يسألني يقول لي أنتوا جبتوا هذا البنات يعني المبدعات اخترتوه، أنتوا كنتوا مختارين؟ قم لا، هم مسجلين وحدهم يعني. فهو اللي حصل أنه في حماس من الفتيات، والمادة أيضا ربما كانت سهلة وواضحة يعني، أيوة فيه كلها تمارين وتدريبات إلى آخره. فقلنا أنه نحن بنكرر هذا الورشة وبنسوي معسكر الابتكار ما بعد فنار اللي حب النوم. أهم شيء ابتكر البنات ذاك اليوم، إحنا طلعا بأفكار كثيرة بس عاد ما أعرف ابتكارات حقيقية يعني ممكن هذه تنكتب ولا لا، بس على الأقل هم تعلموا إيش الابتكار وكيف يفكروا بطريقة ابتكارية. يعني هذا أهم شيء كان الهدف من الورشة، هذا الشيء يعني الأساسي. ماذا بعد فنار للفتيات القياديات رقم 3؟ إيش استعداداتكم للمستوى الثاني؟ إحنا حاليا عندنا خطة للمستوى الثاني وأيضا لهذا المستوى، يعني على أساس أنه نحن في المستوى الثاني نركز على فتيات الجامعات والكليات اللي هم 20 سنة لا 25 سنة. فهذا المرحلة راح تكون تقريبا في حوالي 4 أشهر، يعني مستمرة لمدة 4 أشهر بحكم أنه أصلاً هي رح تكون في أوقات الدراسة كأنها فصل دراسي، وكأنها معهد أنه كل بنت مشاركة معنا تيجي مرة أو مرتين معنا في الأسبوع تحضر دورة، وفي نفس الوقت تعمل على مشروع معين من خلال المجموعات اللي رح تنقسم لها الفتيات. فإحنا رح نقيس من خلال هذا المثلا المجموعات والنوادي، يعني إحنا رح نسوي نادي للفتيات ان هم بنفسهم يديروا هذا النادي، بحيث انهم هم يمارسوا القياده، قياده المؤسسات وقياده الافراد في النادي. واحنا نقيس مدى يعني قيادتهم، مدى حسن قيادتهم، مدى تطبيقهم لكل الورش اللي بياخذوها، سواء كان في اتخاذ القرار، في بناء فريق العمل، في القياده الذاتيه، في التخطيط الاستراتيجي الى اخره، من خلال النادي. بالاضافه للرحلات الترفيهيه التعليميه، بحيث انه مثلا انا اوديهم في رحله بس هم اللي ينظموا الرحله كامل، نشوف كيف تنظيمهم، الأفكار الجديدة اللي طرحوها، الأخطاء، كيف يتحل مشاكل، كيف يتخذوا قرارات صعبة مثلا إلى آخره من هذه الأمور. فهذا بالنسبة للفنار المستوى الثاني.
طبعا الهدف الأساسي أيضا من الفنان المستوى الثاني أنه كل مجموعة من الفتيات مشاركات معنا في المستوى الثاني يعملوا على مشروع حقيقي مدته سنة كاملة, بحيث أنهم يتوجهوا هذا المشروع لفتيات المدارس, سواء كان المشروع تنموي, سواء اجتماعي, تعليمي, ثقافي, رياضي إلى آخر. المهم أنه كل مجموعة تعمل على مشروع كامل متكامل مدته سنة كاملة. جميل. نعم, ويتم متابعتهم من قبل طبعا المشرفات والمدربات الموجودات معنا في فنار المستوى الثاني. بالإضافة إلى أنه إذا كان بنفتح فنار هذا البرنامج في ولايات محافظات السلطنة, هذه المجموعة اللي في المستوى الثاني هي تقوم بهذا العمل, يعني احنا كأننا نأهلهم انهم هم يفتحوا فنار المستوى الاول في كل ولايات محافظة السلطنة, بحيث انه تنتشر هذا البرنامج. بالاضافة الى انه هذول الفتيات اللي هو في المستوى الثاني راح ينظموا ملتقى فنار, فهم نحن نأهلهم نفس الشيء انهم ينظموا ملتقى فنار نعم السنوي, بحيث انه مثلا راح يكون الملتقى الاول محلي, نحن عندنا خطه زمنيه, يعني مثلا في 2015 راح يكون مثلا ملتقى محلي, 2016 ملتقى خليجي, 2017 ملتقى عربي والى اخره, واحنا ماشيين بحيث انه كل مره نطور من نفسنا, مره على طول ننتقل للخليجي او العربي, ونحن بعدنا في اوائل موضوع القياده وموضوع الفتيات وتدريب الفتيات القياديات, لا احنا لازم اول شيء نبدا خطوه خطوه. جميل. على اساسنا لما نوصل للمستوى العربي نكون عندنا فعلا طاقات نسائيه وطاقات فتيات قياديات يقدروا يقدموا ورش عمل, يقدروا يقدموا مشاريع, يقدروا انهم يقودوا مجموعات ومؤسسات على قدر من الجودة والكفاءة, بحيث ان نقدر يمثلوا هذا الموضوع عربيا او حتى عالميا. جميل. نعم. طيب بالنسبة لتعاون اولياء امور المشاركات معكم, حقيقة اغلبنا في الصيف نبحث بس عن برامج وانشطة لابنائنا من غير متابعة. إيش عن مسألة المتابعة هذه؟ هل يعني بالنسبة لكم أمر عادي أم أنه لا لابد من ولي الأمر أن يتابع البنت أو بنته المشاركة معنا في فعالية فنار؟ كيف تتعاملوا معهم؟ كيف توصلوا لهم هذه الرسالة؟ طبعا من خلال تجربتي في فنار 1 و2 و3 أغلب أولياء الأمور يعني كأنه فنار عبارة عن برنامج صيفي فقط لا أكثر, أنه البنت تقضي وقت فراغها فيه بغض النظر عن الهدف من البرنامج وإيش اللي بيغير في بنتي مثلا, أو إيش الاحتياج اللي ممكن أنه هذا البرنامج يلبي في ابنتي, وكيف التغيير, يعني هل أنا متابع هذا التغيير, هل أنه بنتي في أشياء معينة أو مشاكل معينة ممكن أنهم يعالجوها أو يركزوا عليها في البرنامج. أغلب أولياء الأمور ما يسألوا عن هذه الأمور أبدا, يعني نادر جدا ما يجينا ولي أمر يقول مثلا هذه البنت بنتي مثلا خجولة, أو مثلا هذه البنت عندها مثلا مشكلة معينة, أو هذه البنت عندها أفكار بس ما تقدر تطلعها, أو أنها في الحوار والإقناع عندنا مثلا صعبة أو إلى آخر. ما في حد يعطينا كذا مثلا فيدباك قبل لا يبدأ البرنامج, بحيث نحن نحس فعلا أنه هذا ولي الأمر مهتم بهذه البنت. في أولياء أمور ما شاء الله عليهم, يعني نادر 1 أو 2 بيجينا يسألنا عن فنار من أولى لآخرة كل يوم, إيش فيه وإيش بتقدموا لهم وإيش الأهداف, طيب إيش بتخرج, طيب إيش بتتعلم, طيب إلى آخره. ممتاز, هذا الولي الأمر فعلا أنه يعني عارف أنه هو عنده هدف معين ويريد بنته تستفيد من هذا, بس أغلبهم لا, أغلبهم يعني مجرد أنه وقت فراغ والبنت طلبت من أبوها مثلا أنه أنا أريد أشارك في برنامج فنار, فقالها أوكي خلاص وجابها يعني المكان يعني اللي هو البرنامج. أنا طبعا نصيحتي من أولياء الأمور أنه فعلا إذا كنت أنت تريد أنه مثلا ابنك أو ابنتك أنها تتطور في مواضيع معينة أو في برامج مختلفة, لازم تركز. يعني مثلا أنا بنتي حطت لها أهداف معينة بحيث أنه في الصيف تكتسب هذا الأمور من برامج صيفية مختلفة. يعني مثلا أضرب مثال, عندنا فتاة عندنا في برنامج فنار الثالث هي تحب الإلكترونيات والعمل الإلكتروني وهذه الأمور, فكانت حابة تشارك في يعني برنامج آخر اللي هو القرية الهندسية. نعم. وما صار أن قبلوها أو شيء كذا فشاركوها في فنار. أغلب الوقت هذه البنت ساكتة وهادية وما تشارك مع الناس الثانية, فمسألتها قالت أنا أصلا ما أريد أشارك في فنار, أنا أريد أشارك في القرية الهندسية. فهي مدى استيعابها أو مدى تقبلها للمعلومات رح يكون أقل بكثير,
ولو كنا نحن نعرف هذا الموضوع من قبل كنا على الأقل نحن نقدر إنه أنا أتمنى نغير. تكون بسملة سامعت إن بسملة ليش ما قبلتي أنا وعدت هذه البنت إن بعد فنار أنا مستعدة أوديش أي دورة إلكترونية وديها عند بسملة وقولي لها لازم أنا بأخذ رقم بسملة من عندش عشان هذه البنت ما شاء الله عليها يعني من ضمن ترى هم قبل لا يسجلوا معنا أونلاين يعني لما يسجلوا معنا أونلاين في هناك أسئلة من ضمنها الهوايات لما رحنا قرأنا هوايات هذه البنت كله أشياء إلكترونية تصميم ألعاب إلكترونية ما أعرف إيش إلكترونية ليش ما وجدتوا يوم إلكترونيات يوم إلكتروني يوم الإلكتروني لأن شوف هذا الموضوع واجد تخصصي فما نعم. كل البنات يحبون إحنا نجيب مواضيع شوية عامة إنه كل البنات ممكن إنهم يستفيدوا منه نعم. لكن أنا فعلا وعدت هذه البنت إنه بعد ما فنار يخلص أنا راح أدور لش دورة تدريبية إلكترونية على إنش أنتي تشاركي فيها لأنه نحن مثل ما قلت لش بعد فنار مدة سنة كاملة إحنا نتابع هذه البنات فمن ضمن متابعتنا إنه نحن فعلا ندور لهم الأشياء اللي هم ينموا ويطوروا نفسهم فيه. وهنا أهمية أنه يعني يكون في حوار بينكم بين ولي الأمر نعم. نعم طيب ليش ما أنتم تحاولوا تكسبوا يعني المشاركة معكم مهارة أنها هي من تبادر وتفتح مثل هذه المواضيع مع ولي الأمر مع أمها اليوم أخذنا كذا اليوم تعلمت كذا اليوم يعني اكتسبت مهارة كذا نعم. احنا بالعكس نحن دوميا نحن نخبرهم هذا الأشياء بطريقة غير مباشرة مثلا نعم. عندنا في اليوم الأدبي من ضمن الأشياء اللي عملنا لهم التدريب اللي عملناهم يعني كأحد المشرفات عندها مفكرات يومية تكتب فيها من ضمن المفكرات أنه هي عندها مفكرة معها وهي متزوجة معها ومع زوجها فتقول أنا أي شيء ما أقدر أقول حل زوجي مثلا أنه هذا الشيء غلط ولا هذا الشيء صح ولا أنا أريد كذا ولا كذا ما أقدر أقوله مثلا فيس تو فيس ولا مثلا أكتب له في المفكرة وهو على طول يعني شخصيته تتغير في هذه النقطة. الله فكرة حلوة بدل ما تصير بيننا مشاكل وأسلوبي ما حلو وأسلوبه أيوة. ما حلو ما فالواحد لما يكتب يفكر لأنه يكتب ما يتكلم صح. فيفكر فالأسلوب يكون بطريقة وجد أفضل يعني مقدمة نعم. وإيش أريد وإيش ما أريد أهم شيء نراعي يعني المقدمات فطلبنا من البنات أنه يعملوا هذه الفكرة بينهم وبين أمهم نعم. أو أي حد هي تحس إنه هي ما قادرة تتكلم معه أو تعبر معه بأشياء معينة سواء كان أخوها أختها أمها أبوها إلى آخره فعجبتهم يعني الفكرة إنه يكون عندهم مفكرات يتبادلوها يعني فيما جميل. بينهم على أساس إنه يكتبوا الأشياء مثلًا ماما ترى أنا أتمنى يكون عندي كذا 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 بس أنتي ما تخليني فنكتب يعني أنا كنت أسوي هذا الشيء وأنا صغيرة يعني مع أبوي مثلًا ما كنت أريد شيء معين ف. فهذا الأشياء أو هذه الأفكار إحنا نعطيهم إياها بين فترة وفترة جميل أيوة أنه مثلا عبري عن نفسك اكتبي لا تكبتي الأشياء اللي موجودة في داخلك حاولي أنك تطلعيها إذا كان ما أختك أخوك إذا كان ما أعرف إيش إذا كان عندك مشكلة كيف تتخذي قرار كيف ما أعرف إيش كل هذه الأشياء يوميا إحنا نعطيهم إياها بطريقة مثل ما قلت لك غير مباشرة يعتمد على حسب اليوم يعني نعم جميل جدا طيب إحنا حابين الحين يعني نعرف عن الفتيات اللي شاركوا معاكم في النسخة الأولى والثانية إيش أهم إنجازاتهم اليوم أبرز إنجازاتهم طب بتكلم عن بعض البنات يعني خصيصا اللي برزوا في فنار عندنا في فنار واحد كان عندنا فتاة اسمها فاطمة الراشدي هي في كلية الطب حاليا فاطمة كانت يعني خبرتنا يعني انه سبب تغيرها وسبب قيادتها في الكلية وفي الجامعة كان بسبب فنار انه هو وجهها وعطاها حماس وعطاها طاقة إن هي تقدر إنها تقود مثلاً نعم. جماعة أو نشاط هي السنة الماضية كانت تقود جماعة التصوير في جامعة السلطان قابوس فهذا بالنسبة لنا يعني يعتبر إنجاز إنه هذه البنت وصلت لقيادة جماعة عريقة من جماعات السلطان قابوس لجماعة نعم. التصوير نعم. وفعلاً نمت هوايتها ومهارتها في التصوير لما عرفت إن هي تحب التصوير يعني نعم. بغض النظر عن دراستها إن هي كلية الطب وإلى آخره شيء ثاني في كانت واحدة معنا نفس الشيء في فنار واحد وفي فنار اثنين اسمها صفية بعد فنار اثنين دخلت في مسابقة العطاء الأكبر هي واحد من برامجنا نعم. واكتشفنا هناك أن صفية تحب تصميم الألعاب الإلكترونية وتصممها بطريقة جدا رائعة ما شاء الله. فوجهت لنا دعوة أنه
دورة في الهند في تصميم الألعاب الإلكترونية، وأول وحدة رشحناها أو رشحوها هي صفية، وهي من خريجات فنار واحد وفنار اثنين. ودائما صفية تذكر تقول أنا يعني ما كنت أعرف أنه ممكن أطور هذه الموهبة وأنميها وإلى آخره، وأصلا ما كنت حاطة هذا الهدف، هي مجرد كانت موهبة وهواية لحد ما صارت الحين هي خبيرة، يعني أو ما أقول خبيرة بس على الأقل هي حددت مسارها يعني. ففرحت الهند مدة أسبوعين، حتى هي كانت في الصف الثاني عشر، سمحت لها مديرتها أنها تروح وتنمي هذا الموضوع في دورة تدريبية خاصة في صناعة الألعاب الإلكترونية. تقريبا الأسبوع الماضي كان عندها لقاء صحفي يعني، فهذا يعني واحدة من إنجازات الجميلة. جميل. نفس الشيء كان في فنار اثنين السنة الماضية، واحدة اسمها فاطمة سليماني. هذه السنة قبل كم يوم خبروني أنها هي رشحت أو خلاص ترأست نفس الشيء جماعة التصوير في جامعة السلطان قابوس، وهي خريجة فنار. فكثير يعني هذه الإنجازات اللي نسمعها عن البنات، أنها هي وصلت لمنصب قيادي ولو بسيط، لكن هي على الأقل وصلت وتطورت وبادرت وأيضا يعني تجاوزت وحست أنها تقدر، وحست أنها تقدر أنها تقود أفراد ومؤسسات. جميل جدا. رسالة تقول: مشروع رائع ومهم جدا لكل الشباب العماني، ولو يركز على التخطيط الاستراتيجي سيحقق نجاحات بشكل أكبر، ولي الفخر كوني أنا أحد خريجين رؤية شباب المدرب عبد الله البلوشي. ما شاء الله. هذا خريج هذا معنا كان في مسابقات العطاء، اشترك دائما، وأيضا في ملتقى شباب العماني. شكرا أخ عبد الله على هذا الرسالة، ونحن أيضا نفتخر بأنك أنت يعني لازلت مستمر مع رؤية شباب، وما شاء الله عبد الله يعمل على مشاريع تنموية في المجتمع بطريقة يعني فردية، أعتقدوا أنه هو فتح مؤسسة أو شيء كذا يعني. ممتاز. هم دائما يعني متواصلين معاكم ويطلعوكم بإنجازاتهم، بالإنجازات اللي قدموها. طبعا نحن مش إنه إحنا الشيء الأساسي، ولكن على الأقل فتحنا الطريق يعني. نعم. وهم الأفراد نفسهم اللي يحبوا أنهم هم فعلا يتغيروا راح يتغيروا، واللي حس نفسه أنه هو ما راح يقدم شيء أو لا زال على حاله فما راح يتغير، مهما نحن قلنا وسوينا وعملنا برامج. بس إحنا كل ما يعني واجهنا الشباب أو مكننا الشباب من عمر أصغر، كل ما كان هذا الموضوع يعني أفضل، ويعني ما بيمر بهذيك المراحل اللي تخلي الشاب إنه ينحبط أو إنه أو يصل إلى مرحلة الحيرة، ما أعرف إيش أسوي، ما أعرف إيش أريد. أحب أحياناً يعني نجد إنه والله أنا ما أعرف إيش أقدر أعمل، إيش الشيء اللي أنا أحبه، اللي أنا أحبه بالضبط. يعني نحن وصلنا، إحنا لأن مرينا بهذه التجربة ودخلنا الجامعة وكل يوم إحنا ما نعرف إيش نحن نريد ولا إيش نحن نحب، وما مرينا في دورات تدريبية مثلا في التخطيط الحياة ولا مثلا في القيادة ولا في إدارة الوقت، حتى أبسط مثال يعني، وإحنا في المدارس ما مرينا بهذه الأمور يعني على أيامنا. فهذا بالنسبة للشباب يعتبر فرصة كبيرة يعني، مثل هذه الملتقيات وكثرتها تخلي الشاب يلتقي بمجموعة من الشباب مختلفين في الأفكار، مختلفين في التوجهات، ويكتسب منهم الكثير يعني. مجرد أن التجمع هذا وحده يعتبر تعلم. نعم. أكثر من الورش نفسها أكثر من التدريب. أحيانا يعني ما يخرجوا من المدرب أو من الورشة غير معلومة أو معلومتين، بس التجمع هذا، التحاور، العمل الجماعي، فريق العمل، كل هذه الخبرات، مثلا أنت عندك خبرة معينة، أنا عندي خبرة معينة، جالسين نتناقلها، جالسين نتحاورها، يمكن يطلع بمشروع معين. نعم. نعم. فهذه الأمور هي اللي تخلي الشباب فعلا يشغل وقته بطريقة إيجابية وبطريقة يخدم المجتمع، هو يخليه إنسان مسؤول، إنسان مبادر، وأيضا إنسان قيادي يعني. ما ينتظر من الآخرين إنه والله تعالى بسوي لك مثلا هذا الشيء، أو إنك أنت مثلا محتاج هذا الموضوع. لا، إذا أنت محتاج يسعى إلى هذا الشيء، وحاول إنك أنت فعلا كشاب إنك تبادر، إنك مثلا تطور من نفسك، تنمي موهبتك. فإحنا نفتح الأبواب نوعا ما، إنه هذا الشيء موجود وأنت تستطيع، مثل ما غيرك استطاع أنه هو يعمل هذا الشيء أنت تستطيع. إحنا نمدك بالمهارات الأساسية، إحنا نمدك بعلاقات، إحنا نمدك مثلا يعني حتى لو كان رسائل رسمية مثلا لمبادرات معينة. في بعض الأشخاص يعني كان عندهم أفكار وكانوا منطلقة جهة رسمية، يعني محتاجين جهة رسمية تدعمهم. نعم. فالموضوع جدا بسيط، بس يحتاج له إلى صبر، يحتاج له إلى ثقة، يحتاج له إلى تحمل، يحتاج له إلى مسؤولية. تغيير مفاهيم يعني، يجيك الشاب ربما أو الفتاة موجهة كل اهتمامها إلى الخارج، أنهم ما يدعموني، ما يعطوني، ما يوفروا لي البيئة المناسبة. إذا ذكرتي لها بعض الشخصيات بتقول لك مثلا والله هذا نبي، هذه أسرتها غير، هذه عندهم المادة قوية.
انتوا لا انتوا توجهوا لهم الاهتمام هذا او التركيز الى الداخل. نعم. خلنا يعني نعرف ايش عندك انت عشان انت تبدا. بالضبط. وحتى الاشخاص اللي مثلا يكونوا واجد متحمسين، تعرف الشباب يكونوا واجد متحمسين، عندهم واجد افكار بس غير منظمه وغير مرتبه وجوده بسيطه جدا، ويمكن ما عندهم المهاره لانهم هم ينفذوا هذا الموضوع. احنا نوجههم ايضا في هذه النقطه، لان ما بس مجرد انك انت عندك فكره ولا ان مثلا انت متحمس واجد للعمل معناته أنك أنت تقدر تطلع بشيء أو بمنتج قوي. أحيانا أسباب الرفض، الدعم مثلا الخارجي أو دعم الناس أو دعم العائلة أو دعم الأصدقاء، يكون بسبب أنه أنت جالس تتكلم بطريقة مثلا غير واقعية، أو على الأقل أنت ما جالس تنمي موهبتك أو نفسك قبل لا أنت تنطلق للآخرين مثلا. نعم. فهذه النقطة جدا أيضا مهمة، احنا نحاول نفس الشيء نزرعها ونغرسها، انه الحياه مو مفروشه بالورود. لا تتوقع انه كل الاشياء اللي انت تتمناها وتحلم فيها راح تحصلها. نعم. لازم تتعب على نفسك، لازم تمر بتجارب معينه لحد ما توصل للشيء اللي انت تريده، لان نحن اصلا كفريق لازم تبحث عن المفتاح اللي يحل لك هذه المشكله. انا سالوني البنات في فنار ايش حكمتك، لان احنا في فنار عرف المشرفات عرفوا عن بعضهم عن نفسهم للبنات، فكان من ضمن الاشياء انه عادي البنات تسالوا اي سؤال للمشرفة. من ضمن الأسئلة قالوا إيش حكمتك؟ قلت لهم تعلم حتى تتعلم، تألم عفوا حتى تتعلم. قلت لهم أؤمن جدا بهذا الحكمة. ليش؟ ما في شيء يجيك كذا بكل سهولة. لحد ما توصلي للشيء اللي انت تريدي لازم تتألمين نوعا ما، يعني لازم تمرين بمصاعب ولازم تمرين بمتاعب، ولازم تتوقعي هذا الموضوع. يعني ما بتتخرجي من الجامعة بكل سهولة ولا بتتخرجي من المدرسة بكل سهولة، لازم تمرين بمراحل صعبة. فلا تتوقعي ان الارض مفروشة بالبرود، كل شيء الاشياء اللي انت تتمنيها وتريديها تحققيها راح توصل لك. لا، انت تتعبي وتكافحي للوصول اليها، لكن في النهاية النتيجة انك راح تتعلمي، النتيجة انك انت راح تستفيدي، النتيجة انت راح تكوني اقوى، النتيجة انك انت راح تقدمي وراح تعطي اكثر. فهذه هي النتيجة يعني. فلا تنحبطوا، لا تبتئسوا، لا تكتئبوا الى اخره من هذه النصائح اللي احنا نعطيها بطريقة يعني. جميل. نبقى الان مع فترة اذان العصر ولنا عودة مع فنار للفتيات القياديات. اذاعة الشباب من سلطنة عمان. انت ما تدري عن المكتوب حاجة، ليه تكدر قلبك وتتعب مزاجه، اهم كل اليوم اتعب نبض قلبك، بكرة ربك يرسل اسباب انفراجة. انت ما تدري عن المكتوب حاجة، ليه تكدر قلبك وتتعب مزاجه، اهم كل اليوم اتعب نبض قلبك، بكره ربك يرسل اسباب انفراجه. انثر همومك وسلمها لربك، كل ما تحتاج لا تلقاه قربك، استخير وفضفض اللي يحس قلبك، في سواد الليل قم صلي وناجه. انثر همومك وسلمها لربك، كل ما تحتاج لا تلقاه قربك، استخير وفضفض اللي يحس قلبك.
سواد الليل لكم صلي وناجا. بكرسل أسباب انفراجة لا تنام الليل وفي خاطرك حسرة نام راضي وبذنى لما تصحى بكرة تشرق الأقدار مع أنوار فجرة ويصفى يومك من غبار ومن عجاجة. لا تنام الليل وفي خاطرك حسرة نام بدنا لما تصحى بكرة تشرق الأقدار مع أنوار فجرة ويصفى يومك من غبار ومن عجاجة. مستمعينا الكرام يحين الآن موعد أذان العصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. أذن قبل قليل لصلاة العصر وذلك حسب توقيت مسقط. Ta-da-da!
والفوز والنجاح بالسيد الكريم والوالد الرحيم. حي على الفلاح والفوز والنجاح بالسيد الكريم والوالد الرحيم. بالوصل والعطاء والفضل والآلاء وبالمقام السامي في سلم العظام. بالوصل والعطاء والفضل والآلاء وبالمقام السامي في سلم العظام. قابوس 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 قابوس. الله قابوس يا ذا الجود ويا زكي العود ويا نقي النفس ويا عزيز الباس. قابوس يا ذا الجود ويا زكي العود ويا نقي النفس ويا عزيز الباس. حللت أهلنا أهلا وقد نزلت سهلا فمرحبا ومرحبا ودوحة وروحا. حي على الفلاح والفوز والنجاح السيد الكريم والوالد الرحيم. حي على الفلاح والفوز والنجاح بالسيد الكريم والوالد الرحيم. بالوصل والعطاء والفضل والآلاء وبالمقام السامي في سلم العظام. بالوصل والعطاء والفضل والآلاء وبالمقام السامي في سلم العظام. قابوس 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 قابوس. الله تعطر الأرجاء فانهلت السماء برقرق بديع ورفرف رفيع وبالجمال البادي في مقال البوادي وبالخدود الحمر بين الصفا والطهر. يا منة الرحمن ويا عظيم الشان كساك رب خيرا وقد وقيت شرا. حي على الفلاح والفوز والنجاح السيد الكريم والوالد الرحيم. حي على الفلاح والفوز والنجاح بالسيد الكريم والوالد الرحيم. بالوصل والعطاء والفضل والآلاء وبالمقام السامي في سلم العظام. بالوصل والعطاء والفضل والآلاء وبالمقام السامي في سلم العظام. قابوس 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 إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للتواصل مع برنامج كلام النهار، كلام النهار، الاتصال على الرقم 2469811 وعلى الرسائل النصية القصيرة 90456 وعلى الفيسبوك وتويتر كلام النهار. كلام النهار. كلام النهار. كلام النهار. حياكم الله مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم في كلام النهار عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حديثنا حول فعالية فنار للفتيات القياديات. هذه الفعالية من تنظيم فريق رؤية الشباب، و
هذه هي النسخة الثالثة، ومعي في الاستوديو الأخت مريم بنت خليفة العامري، مؤسسة ومديرة للبرامج والمشاريع في رؤية الشباب. حياك الله، ومستمتعين بالحديث معك وبالفعاليات التي تقدموها في فنار. أنا بعد مستمتعة جدا في الحديث عن هذا البرنامج اللي أنا أعتبره يعني بالنسبة لي شخصيا يعني مشروع حياة في الحقيقة. يعني طبعا في تنوع، أنتم ما مركزين فقط على فنار. فنار هو نشاط أو فعالية يتم تنفيذها كل صيف. أشرتي كثير عن العطاء الأكبر، تعطينا فكرة عن فعالية العطاء؟ مسابقة العطاء الأكبر. مسابقة؟ نعم، هي مسابقة نعملها كل رمضان. بدأت الفكرة على أساس نشجع الشباب على أول شيء العمل التطوعي، وشيء ثاني على أفكار جديدة في العمل التطوعي. فبعد ملتقى شباب العماني الأول كان واحدة من ضمن الأشياء اللي لاحظناها أنه الشباب ما يبادروا في حل المشكلات، دائما ينتظروا أن الأشخاص الآخرين أو المسؤولين أو الجهات المعنية هي اللي راح تبادر في حل المشكلة. فجاءت فكرة مسابقة العطاء أن نحن نطرح موضوع معين بحيث أنه أي فريق ممكن أنه ينضم، يشكل فريق يعني وينضم معنا لفترة محددة يعمل على حل مشكلة هذا المشكلة. يعني مو بس يعني كتخطيط أو كفكرة، لكن هي عندهم فترة زمنية محددة، موارد مالية محددة، أنهم يعملوا فكرة إبداعية وينفذوها على أرض الواقع ويتم تقييمها عليهم، وبعد ذلك طبعا يتم إعلان الفائز. والجائزة هي عبارة عن دورة تدريبية تعزز الجانب العمل العطاء والمبادرة والقيادة لدى الفريق الفائز. ففي مسابقة العطاء الأول اللي كانت في 2010 كان عدد الفرق تقريبا 10 فرق، وكان عدد الأشخاص في كل فريق من 3 إلى 5. مسابقة العطاء الثاني كانت اللي هي دراسة حالة، طبعا نحن في كل مسابقة نعلمهم مهارة من المهارات. مثلا في العطاء الأول كانت الفكرة فقط أنهم هم يبادروا المبادرة وأفكار جديدة في العطاء. كل ما كانت الفكرة جديدة كل ما كان الشخص يعني يؤهل للفوز أكثر. لا. الثاني كان على أساس أنهم هم كيفية أنهم يعملوا عطاء مستمر أو الاستدامة في العطاء، بحيث أن مثلا ما أدرس حالة معينة قبل مثلا أنا أعطي هذا الشخص مثلا مبلغ مالي أو أني أتبرع له أو إلى آخر، في البداية أنا أول شيء أدرس أسباب وصول هذه العائلة مثلا لهذا المستوى. ممتاز. وبعد ذلك أعالج هذه الأسباب علاج جذري، فاللي مثلا ما كمل تعليمه بحاول أنه نحن نحصل له منحة أنه يكمل تعليمه. ممتاز. واللي ما حصل وظيفة نحاول نجد له مصدر رزق من المهارات اللي موجودة يعني في العائلة، يعني المشكلة بدل ما أني أنا دائما أتبرع له أو أنا أعطي. طيب ناخذ اتصال وبعد كذا نكمل إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. يا أهلا بكم، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. من معانا؟ قالوا لي ما حابة تعطي اسمك، تعطينا اللقب. راحت المكالمة. هي في مكان الإرسال فيه ضعيف، معلي إحنا نكمل. قلتي لي في النسخة الأولى في العطاء كانت عن المبادرة، في النسخة الثانية الاستدامة في العطاء. أنا والله أنا شفت حالة عندهم مشكلة، بدل ما أتبرع لهم كل مرة أروح أعرف السبب، السبب أعالج السبب، أعالج السبب على أساس أنها تتعالج أوضاع الأسرة نفسها أو العائلة، تكون يعني هم يعالجوه بنفسهم. نعم. إذا كان عندهم مهارات معينة نحاول أن احنا نجد مصدر رزق يعني بالمهارة اللي موجودة يعني. نعم. فهذا بالنسبة كان العطاء الثاني، وفعلا كانت المشاريع ما شاء الله. العطاء الثالث كان قبل ما نتعرف على الثالث ناخذ الاتصال. السلام عليكم. أهلين. مرحبتين. أهلين، من معي؟ السلام عليكم. من معي؟ ألو، مرحبا. مرحبتين. السلام عليكم، من معي؟ خفض على صوت المذياع عشان نعرف نتواصل معك. راح الاتصال. طيب في النسخة الثالثة، في النسخة الثالثة كان استغلال الموارد الغير مستغلة، يعني اللي هي خلاص يعني يرموها لأشخاص الثانيين، فكيف نحن نعيد
استغلالها. نعم. فكانت أفضل فكرة استغلال موارد وأي إعادة مورد تدوير يعني. إعادة تدوير وأي نعم. مورد من الموارد. وطبعا يكون الموضوع كمشروع متكامل يعني مو بس أنه أنا مثلا بقول أن هذا الورق أعمل إعادة تدوير أنه كذا 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 لا. نعم. هو مشروع متكامل ويتم تنفيذه. جميل. الرابعة والنسخة الرابعة كانت أفضل فكرة تعليمية ممكن إحنا نقدمها. يعني فكرة تعليمية ذكية يعني مثلا أنا عندي مثلا مهارة التصوير أو مثلا عندي مهارة مثلا في التنمية البشرية أو إلى آخره، كيف أنا هذه أحولها لأفضل فكرة تعليمية، سواء كان أستغل الجانب مثلا التكنولوجي أو أن أعمل مشاريع مختلفة لفئات معينة مثلا applications أو إلى آخره. المهم أن الشباب يتنافسون في العطاء في أفضل فكرة تعليمية. ممتاز. فهذا كان بالنسبة للعطاء الأكبر النسخة الأخيرة يعني. إذن في رمضان القادم إن شاء الله أيضا إحنا حاليا وقفنا مسابقة العطاء وجالسين نشتغل على فكرة برنامج جديد آخر على أساس أنه نحن يكون المشروع القادم إن شاء الله وفكرة البرنامج الجديد يكون أثره أكبر أو أكثر من أنه مجرد في رمضان. نفس الشيء يتعلق بموضوع العطاء وموضوع المشاريع والمبادرات. نعم، كثير المس يعني في أنشطتكم وفعالياتكم وأفكاركم مسألة التجديد، لأنه نحن نتخاطب فئة الشباب. الشباب بالنسبة لهم بسرعة يملوا، يعني عندهم هذه الصفة. نعم. ملولين ويحبوا دائما أن يكون في أشياء متجددة، وإحنا أصلا نحن عايشين في عصر متسارع جدا، يعني كل يوم نطلع أفكار جديدة، كل يوم تطلع أشياء جديدة. إذا ما واكبنا هذا التجديد راح ما نقدر نواكب الشباب في ما شاء الله عليهم في هذا الموضوع. مثلا يجيش واحد يقول هذا شيء قديم خلاص، عاد الناس انتقلت لمرحلة ثانية أو مرحلة ثالثة. فمثلا ليش وقفنا إحنا مسابقات العطاء؟ لأن حسينا أنه خلاص أنه وصلنا للمرحلة خلاص اكتفينا، والشباب خلاص تشبعوا في هذا الجانب، ننتقل لأشياء أكبر وتخصصية أكثر. نفس الشيء في فنار مستحيل نحن نكرر الأشياء موجودة فيها كل سنة، كل سنة مختلفة عن الأخرى. جلسات الأمور طيبة كذلك، نحاول نحن نطور، نحاول نحن نجدد، نحاول نجيب أشياء جديدة. تستعينوا بأفكارهم واقتراحاتهم بحيث أن مثلا تعملوا كذا جلسة فيها عصف ذهني؟ أيوة، كثير نستعين بأفكار الشباب اللي شاركوا معنا أو حتى اللي ما شاركوا، اللي عندهم اقتراحات وأفكار يرسلونا إياها مثلا سواء كان على الإيميل أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى لما يشوفونا ونلتقي فيهم. فعلا نأخذ بعين الاعتبار الأفكار ونحاول أن احنا نطورها أكثر ونضيفها في برامجنا. جميل. اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين، من معي؟ يا أهلا. حكي من أم الفضل، موظفة بإحدى القطاعات الحكومية. أهلا وسهلا. أنا في الطريق راجع من دوامي، أستمع لبرنامجكم، برنامج رائع جدا وأشكركم عليه. الأخت المستضافة في البرنامج أشدني أنهم هما يساعدوا النساء القياديات. نعم. فيعني ما أدري، يعني أنا قائمة بعمل معين يعني بقطاع تنسيق ومتابعة، ما أدري هل هم قادرين يساعدونا يعني في حالة أنه أنا لم تتجاوز الخبرة 3 سنوات في المجال هذا. يعني ما أدري توجههم هم. أهلا وسهلا أم الفضل، كيفك؟ أهلا وسهلا. إحنا يعني في برنامج فنار إحنا كثير نركز على الفتيات قبل العمل، لكن عندنا برنامج اللي هو ملتقى الشباب العماني، إنه يسمح لك أنت كموظفة أنك تشاركي معنا في البرنامج أو في الملتقى على أساس أنك تطوري من يعني مواهبك مجال الوظيفة يعني. حاليا نحن بعدنا ما ركزنا على هذا الجانب، بس إن شاء الله رح ناخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع. جالسين نشتغل الحين على برنامج أنه نستهدف فيه الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، بس بعدنا الحين الفكرة هي مجرد يعني فكرة. حاليا في طور التخطيط، ما اقدر كثير اتكلم عنها، بس ان شاء الله راح مثل ما قلت لك ناخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع. كيف ممكن هي تتابع افكاركم الجديده؟ متى تنفذوها؟ مثل ما قلت سابقا، ممكن تكتب في جوجل رؤيه الشباب وتشترك معنا في الموقع، بتحط ايميلها في اي جديده واي اعلان على طول يوصلها في البريد. غير كذا مواقع التواصل الاجتماعي احنا موجودين في تويتر انستغرام والفيسبوك، فممكن انك انت تتابعي اعمالنا اول باول، وممكن يعني في الصفحات هذه تذكركم بمقترحها. أيوة. ممكن جدا ممكن. ان شاء الله باذن الله. شكرا. تمام. شكرا جزيلا عزيزتي على المتابعه والتواصل معنا. ان شاء الله. مع السلامه.
طيب نرجع لموضوعنا، كنا نتكلم عن نفس الموضوع ربما أنكم بالفعل يعني تعملوا جلسات لعصف ذهني، تأخذوا أفكار واقتراحات أو مقترحات الشباب بعين الاعتبار وتبدأوا تنفذوها في أنشطتكم وفعالياتكم. إن شاء الله يعني من خلال البرامج القادمة بإذن الله نحن نحاول أن نطور في برامجنا ونجيب أشياء جديدة. نعم. وهذه الأمور كلها نأخذها بعين الاعتبار، لكن مثل ما قلت لأن نحن عددنا الموارد البشرية عندنا شوي صغير، فالموضوع يحتاج للكثير من الوقت والجهد. نعم. إحنا في المؤسسة ثلاثة تقريبا فول تايم يعني جوب يعني يوم دوام يوم كامل. نعم. بس البقية معنا متطوعين في البرامج يعني. نعم. اللي يساعدونا، فهم وقت ما يخلصوا من دواماتهم يكونوا موجودين معنا لمساعدتنا في البرامج. ملتقى الشباب العماني هذا متى ينفذ؟ عادة ننفذه في مارس كل سنة. الحين نحن حاليا في طور التعاون مع أحد الشركات، ما بصرح عنها الحين لحد ما يصير الموضوع رسمي، على أساسنا نحن نعمل ملتقى خاص فيهم وشبيه جدا جدا بملتقى شباب ويركز على مهارات العمل. جميل جدا. نعم. وهذه نسخة الكم بتكون؟ هذه بتكون خاصة للجهة اللي طلبت منها هذا الملتقى. نعم. نعم هذه لهم ها؟ نعم. جميل. طيب نشوف الرسائل، في اتصال مريم. طيب بالنسبة لي يعني الأنشطة القادمة بإذن الله راح يكون فيها تنوع أم هي استكمال للنسخ اللي قدمتوها فيما سبق؟ عادة نحن في مثلا ملتقى الشباب العماني نحاول أن يكون الموضوع جديد، ونحاول أن يكون الموضوع قبل لا يعني قبل لا يكون مشهور أو مثلا حديث الساحة مثل ما يقولوا. نعم. من خلال أن نحن نتقصى الاستطلاع، يعني نعمل استطلاعات مع الشباب والأمور مثلا في الاقتصاد أو مثلا الدولة متوجهة لها. فإحنا عندنا فريق خاص اسمه فريق الدراسات والبحوث. هذا الفريق يعمل على أنه هو يبحث عن المواضيع الجديدة اللي ممكن نحن ندخلها في برامج رؤية الشباب، بالإضافة لأنه هو الفريق المختص أنه يعمل استمارات واستبيانات لدراسة كل برنامج وما يخرج من هذا البرنامج بحيث أن نحن نستخدمها في أبحاث. حاليا نحن نحاول أن نقدم بحث عام، لحد الحال لم نختار الموضوع ولكن نود أن نشارك أو مع مجلس البحث العلمي في أن نحن نقدم بحث عن الشباب والمجتمع، بحيث أنه هذا البحث من البداية للنهاية نستغل الشباب الموجودين أو يعني نستثمر الشباب الموجودين معنا في البرامج بحيث أنه يشاركونا في هذا البحث في الاستطلاعات والاستبيانات في كل هذه الأمور، بحيث أنه نطلع من هذا البرامج بشيء ممكن نحن نشتغل عليه كمشاريع مبنية على بحوث علمية حقيقية يعني، أو أنه بحوث علمية غير عشوائية. نعم. نحاول قدر المستطاع أنه كل الأشياء اللي نحن جالسين نسويها يكون فيها استدامة، مش أنه خلص الفعالية وخلص كل شيء. استدامة سواء كان من ناحية تواصلنا مع الأشخاص المشاركين معنا، أو استدامة من ناحية أنه بعد كل مشروع أنه يخرجوا بمشاريع أخرى مختلفة ما لازم أنه إحنا اللي نعمل عليها ونشرف عليها، ولكن الأشخاص نفسهم مشاركين في المشروع أنهم هم يخرجوا بمشاريع في ولاياتهم في أماكن عملهم أو في مثلا أماكن دراستهم، بحيث أنه يكملوا المشوار يعني ينتجوا منتجات أو مشاريع يخدموا المجتمع يبادروا بأي شيء كان، المهم أنه لا يتوقف البرنامج فقط في خلال فترة البرنامج. فهذا عندنا جدا مهم من ناحية الاستدامة. مثل ما قلت أنه من ناحية التوسع نحن نحاول قدر المستطاع، وهذه رسالة وجهها عن طريق الإذاعة يعني اللي حاب أنه فعلا أنه يساعدنا في رؤية شباب وحب أي فكرة من الأفكار أنه هو سواء كان ينظمها في الولاية المحافظة أو سواء أنه يشارك معنا بحيث أنه يستفيد، أو سواء أنه عنده أفكار ممكن أنه مثل ما قلت يتواصل معنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وحتى يزورنا، إحنا موجودين في المركز الوطني للأعمال بواحة المعرفة. طبعا من هذا المنبر أوجه شكر للمركز الوطني للأعمال اللي استضاف برنامج فنار للفتيات القياديات، طبعا تحت دعمه ورعايته. مثل ما قلت مكتبنا موجود في المركز الوطني للأعمال، اللي حاب أنه هو يتعرف أكثر عن رؤية الشباب إحنا موجودين في المكتب. ممتاز. رسالة تقول أنه 40 مشاركة هذا يعني عدد غير كافي ويهضم حق يعني كثيرات حابات أنهم يشاركوا في الفعالية.
أنا أتفق ولا أتفق. أتفق أنه يهضم حق الباقيين اللي هم حابين أنهم هم يشاركوا معنا. نعم. ولا أتفق لأن إحنا ما نريد أنه العدد كثر، ما نريد التركيز على البنات، أنهم هم فعلا كل بنت من البنات المشاركات يحصلوا على قدر من الاهتمام وعلى قدر من التركيز وعلى قدر من فعلا التغيير. فأنا إذا مثلا جبت 100 مشاركة ما أقدر أركز عليهم كثر ما أركز على 40 مشاركة. بس مثل ما قلت إنه هذا البرنامج مستمر، فيعني 40 تخرج و40 تدخل وهو مستمر. يعني أهم شيء جودة البرنامج والمنتجات اللي تطلع منها أو الأفكار اللي تطلع منها أكثر من العدد. يعني ما مهم عندنا العدد كثر ما مهم عندنا التركيز على هذا على على المنتج نفسه. نعم. اليوم اليوم الثامن. نعم اليوم الثامن. كيف شفتي المشاركات اليوم؟ تفاعلهم تفاعل جدا رائع لدرجة أن أنا وأنا طالعة كانوا طالعين المجموعات البنات يعملوا لقاءات صحفية مع الأشخاص الموجودين في واحدة المعرفة. اليوم عندهم اليوم الإعلامي؟ اليوم الإعلامي. نعم. فمن ضمن الأشياء اللي شدتني قالوا لي أن مجموعة من المجموعات رايحة عند الأستاذ سالم الرزاق اللي هو في هيئة تقنية المعلومات يعملوا له لقاء. قلت لهم أبا أبلوني فقلت لهم بجد إذا هذا المجموعة وصلت لي أستاذ سالم الرزاقي في هيئة تقنية المعلومات أحييها صراحة. نعم. فعلا صحفيين فيعني أيوة مستمتعين. وأتوقع أنه حاليا هم يعملوا على إعداد برنامج حلقة من برنامج تلفزيوني وحلقة من برنامج إذاعي. نعم. بكرة لقاء القادة ولا؟ لا بكرة اليوم الإنساني. اليوم الإنساني. أيوه. إيش عددتوا لهذا اليوم؟ يعني من راح تستضيف هذا اليوم؟ راح نستضيف إن شاء الله الأخت فاطمة الكندي. فاطمة الكندي. هي تعمل دورات في هذا الجانب. نعم. الجانب الإنساني. والجانب موضوع الغد بيكون بعنوان؟ أنا الروح. أنا الروح. نعم. اللي هو يركز كثير على موضوع الروح والإنسانية والمعاني الإنسانية في كل إنسان، يعني وكيف إنه هو يتعامل مع الحياة مع الكون مع الناس مع المواقف اللي تصير له، يعني مع الطبيعة. أتمنى لكم يوم روحاني عالي بإذن الله، وأحاول قدر الإمكان إن شاء الله إني تفضلي راح والله. أحضر. ما علي اعذروني اعتبروني كذا متطفلة عليكم. لا بالعكس اليوم تشريف. هذا للمشاركات تشريف بالعكس يعني. وأي سيدة حابة أن هي تحضر وتشوف البرنامج وإحنا الباب مفتوح عادي ما عندنا أي مشكلة. وين يعني. تقام؟ في واحة المعرفة في كومفور، نسميه كومفور طابق الرابع قاعة مسقط بالتفصيل يعني. ممتازة. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. وأشكرك الأخت مريم بنت خليفة العامري مؤسسة ومديرة البرامج والمشاريع في رؤية الشباب، وأتمنى إن شاء الله فنار هذه النسخة تكون فعلا مميزة، مخرجات غير متوقعة. أنا أتمنى إن شاء الله أعلى حتى من توقعاتكم وطموحاتكم بإذن الله. أتمنى لكل المشاركات التوفيق والتميز دائما. عندك أي إضافة؟ شكرا جزيلا وشكرا على استضافتكم يعني لينا في البرنامج. أشكر كل الناس اللي اتصلوا واللي رسلونا. إن شاء الله يعني نكون على قد المسؤولية في إن فعلا نخرج بمتوقعات مميزة إن شاء الله. موفقين دائما. أشكر كل من تواصل معنا ومن تابعنا اليوم. وكانت معكم في الإعداد والتقديم عايدة بنت خميس نبلوشي، في المتابعة والتنسيق سلمان المقيمي، وفي الإخراج مريم العجيلية. ومع السلامة. لو ضحكنا بوجه بكرة، لو نحب اللي نكره، لو غرسنا الأرض بذرة، لو منحنا اللمس عذرة، لو عطينا الوقت عمره، لو لمسنا نور قمرة، لو حذينا العمر زهرة، لو حلمنا شوي. يا دنيا ضمي هالكون بأسرار.